طيب السؤال الأول بيقول what space at midday yesterday. طبعا في عندك كلمة midday و yesterday يبقى معنى كده تحديد وقت معين في الماضي، يبقى على طول انت بتتكلم في past continuous ماضي مستمر، يبقى what were you doing، تحديد وقت معين في الماضي. رقم اتنين كمال space an English person before he met، خلاص مش متكملش بقيت الجملة، عندك كلمة before وعندك هنا بعدها past simple تصريف رقم اتنين، يبقى الجزء اللي قبلها على طول هيبقى past perfect had والتصريف رقم 3. Before there was a bus to her village، بنفس الطريقة عندك before وعندك هنا كلمة was، يبقى الجزء اللي هناك had always walked. 4. When we saw the hotel، لما شفنا الفندق we space that it was a great place for a holiday، لما شفنا الفندق احنا عرفنا ان ده كان مكان كويس للأجازة، يبقى على طول ده كده الكلام بتاعك كله في الباست، يبقى على طول ايه past simple. ما فيش هنا، انا هنا مش برتب احداث عشان ما تقوليش هنا هاد التصريف رقم 3، لا احنا لما شفنا الفندق احنا عرفنا ان ده كان مكان كويس. رقم 5 the writer wrote his first story when he space at university، الكاتب كتب اول قصة ليه عندما كان في الجامعة، يبقى انا كده بتكلم عن ايه احداث بدأت في الماضي وانتهت في الماضي، وبرضو ما عنديش ترتيب احداث او ما عنديش حدث وقع قبل حدث ايه تاني، هو كتب أول قصة لما كان في الجامعة، يبقى معنى كده was. وبرضو الملاحظة التانية هنا إن إحنا مش دايما بنقول was paying، لا ده كده بستخدمها في الباسيف المبني المجهول يعني، وأنا ما عنديش هنا باسيف. رقم 6 Dina spaced the test when the teacher told them to stop، Dina إيه الامتحان لما الأستاذ قال لهم يتوقفوا، يبقى معنى كده إيه Dina ما كانتش خلصت الامتحان بتاعها، يبقى hadn't finished. وطبعا انا محتاجك خليك تبقى ايه، خليك تبقى ذكي كده. عندك هنا told في الباست يبقى معنى كده الغى ازمنه البريزنت، يعني haven't دي غلط، وعندك not finishing ده اصلا مش زمن، وhasn't ده برضو ده ازمنه بريزنت، فمعنى كده ايه مفيش حاجه فيهم تنفع خالص غير كلمه ايه hadn't finished. رقم 7 the car space fast when it hit the tree، السياره ايه بسرعه لما اصطدمت بالشجر، يبقى معنى كده السياره كانت بتتحرك بسرعه، يبقى معنى كده حدث كان مستمر والتاني قطع، او حدث استمر فتره والتاني ايه اثر عليه، يبقى السياره كانت بتتحرك. 8 the tourists space walking until they had، في عندك until وعندك had والتوصيف رقم 3، يبقى معنى كده the tourists didn't stop، لم يتوقفوا عن المشي الا لما وصلوا الى قمه الايه الجبل. خلي بالنا على كلمه until دي علشان جاء قبل كده عليها سؤال مهم جدا جدا، مش دايما طبعا يبقى فيه didn't والمصدر، ينفع يبقى فيه was او were not طبعا والتصريف رقم 3، بس الكلام ده هيبقى في حالة الباسيف، يعني اقول لك مثلا كده the tourists weren't given the maps، هما لم يعطوا لهم الايه الخرائط، يبقى الجملة بتاعتك بالها بتبقى باسيف عادي خالص. رقم 9 I space the office until I had checked، في عندي كلمة until وعندك had والتصريف رقم 3، طب يا مستر ما هو الجزء الاول هنا كده ما فيش كلمة didn't، اه حبيبي لو مفيش كلمة didn't يبقى على طول بتختار مع بدل منها كلمة wouldn't leave، طب معناها ايه يا مستر؟ معناها انا ما كنتش هغادر المكتب الا لما اتاكد ان الابواب كلها مقفولة. الجملة اللي بعد كده طب هنا يا مستر ما تقولش wasn't left، ما عشان اي انا الفاعل، فبالتالي الجملة بتاعتك مش مبنية للايه للمجهول. رقم 10 مايا سبيس ذا فروت كيرفولي بيفور شي بوت ات، عندك بيفور وعندك هنا ال باست سمبل تصريف رقم 2، يبقى انت هناك هاد والتصريف رقم 3. رقم 11 احمد the grandmother space ill when he visited here yesterday، يعني جدت احمد ايه مريضه لما هو راح زارها امبارح، يبقى معنى كده كانت عيانه، بس ما تقوليش بقى يا مستر ما هو كانت عيانه يبقى was seeming، لا في افعال لا تستخدم في الازمنه المستمره، يعني ما ينفعش ان انا احط فيها اي ان جي خالص، زي بقى افعال الحب والكراهيه وافعال الشعور وافعال التملك وافعال بقى مثلا عامه زي كلمه اندرستاند وكلمه وونت ورياليز وكل الحاجات دي ما ينفعش ان انا احط فيها اي ان جي، يبقى سيمت. 12 I didn't go to school until I space breakfast، عندك didn't والانفينيتيف في هنا عندك كلمه until، يبقى على طول ايوه برافو عليك هاد والتصريف رقم 3. having ما تكملش شويه الجمله عشان having بتجيب بعدها التصريف رقم 3 على طول ما دامت الجمله بتاعتك مبنيه للمعلوم having received the visa. As soon as I saw the accident، as soon as اللي بتساوي كلمه after، اللي اصلا المفروض يبقى فيه هاد والتصريف رقم 3، طب ما فيش هاد والتصريف رقم 3 ده فيه so،
ماضي ايه. الجزء التاني برضو لازم يبقى تصريف رقم اتنين. As soon as I saw، بمجرد ما شفت الحادثة انا على طول اتصلت بعربية الايه الاسعاف. 15 I didn't answer the phone because I، انا ما ردتش على التليفون لان، يبقى معنى كده انا كنت بعمل حاجة في الوقت ده كده، يبقى I was praying، انا كنت اصلي. خلي بالك عشان كلمة because ينفع اجيب هاد التصريف رقم 3 بس لو حدث حصل قبل حدث ايه تاني، انما انا هنا ما عنديش حدث حصل قبل حدث ايه تاني. طيب ندي عليها مثال مثلا كده، هيقول لك I didn't go swimming، انا ما روحتش للسباحة because I had forgotten my swimming clothes، عشان انا نسيت الملابس، يبقى انا نسيت الاول وبالتالي ما روحتش. 16 I always eat breakfast before I went to school، عندنا الجملة دي برضو حلو، عندك كلمة always معناها دائما، ما تروحش تقول لي بقى كلمة eat عشان ده مضارع، لا في عندك هنا كلمة went ماضي، يبقى معنى كده عادة بس عادة في الماضي. طب ما دام متعادة في الماضي يا شباب ويا بنات، يبقى لازم اختار تصريف رقم 2، يبقى 8 قاعدة في الماضي يبقى تصريف رقم 2 على طول. The train left when I spaced the station I caught it، القطر مشي انا وصلت المحطة. طب I caught it معناها ايه؟ انا لحقته، يبقى ايه اللي حصل الاول، القطر مشي الاول ولا انا وصلت المحطة الاول؟ تمام، ما دام لحقته يبقى انا وصلت المحطة الاول، يبقى ده لازم يبقى هاد تصريف رقم 3. 18 while I space at home، برضو while subject، ايوه احنا لسه اللي ما ينفعش اقول لك was being at home، لا was at home بس. 19 yesterday evening، يبقى تحديد وقت معين في الماضي، يبقى was aware و ing. شايف احنا مش بنكمل بقية الجملة بتاعتك، علشان اول ما بتشوف حاجة على طول ايه بتختار الحاجة بتاعتها على طول. As soon as I got to the station I realized that، ما دام الأفعال في الماضي وفي عندك كلمة that، يبقى على طول اللي بعدها هاد التصريف رقم 3، يبقى I had missed. تاني، ما دام عندك أفعال في الماضي أد got في الماضي وعندك realized في الماضي وعندك كلمة that، يبقى اللي بعديهم على طول ده الحدث الأقدم، يبقى على طول هاد التصريف التالت. علا is nervous because she، الجملة دي حلوة برضه. أول ما تشوف هنا كلمة is ده مضارع أهو، يبقى الجزء الثاني ده كده دايما بيبقى present perfect، has و have التصريف رقم 3. تاني أقول المعلومة دي تاني أو الحتة دي تاني، القاعدة دي، ما دام هنا عندك كلمة is، علا متوترة علشان هي عمرها ما يعني ما اتكلمت قبل كده قدام الفصل، يبقى معنى كده مضارع تام. طب لو مستر دي كلمة was، يعني علا was nervous، يبقى الأقدم من الماضي البسيط اللي هو الماضي التام، had never given. طيب الجملة اللي بعد كده رقم 22 I haven't seen the new adventure film، عندك haven't والتصريف رقم 3، أنا ما شفتش الفيلم لغاية دلوقتي، يبقى معنى كده كلمة yet آخر الجملة في المضارع الإيه التام. بس نركز عشان في كام جملة برضه يقابلونا كده حلوين قوي على الإيه على الجزء ده كده. طيب أحمد سبيس لندن he is going to return to Cairo next week، أحمد إيه إلى لندن، ده هو لسه هيرجع الأسبوع اللي جاي، يبقى معنى كده إنه ذهب ولم يعد، يبقى على طول has gone to. طب لو راح ورجع يبقى has been to. كريم has been really good at English since he went to England، خلي بالنا من الجملة دي عشان في كتير وفي كتير من الطلاب والطالبات بيغلطوا فيها. خلي بالك هنا معايا، يعني هنا حاطط لك اي شايف دي كلمة ايه has been، وشايف هنا دي كلمة ايه went. has been الأولانية ده مضارع تام، وwent ده ايه ده ماضي بسيط. طيب ما دام عندك مضارع تام ومعاهم ماضي بسيط، يبقى انت استخدم معاهم كلمة سينس. تاني، ما دام عندك مضارع تام وعندك ماضي بسيط، يبقى انت محتاج في وسطيهم كلمة سينس. 25 يو كان سي علي ناو بيكوز هي سبيس هوم، انت تقدر تشوف علي دلوقتي عشان هو البيت، يبقى اكيد وصل البيت، يبقى هاز جاست ارايفد هوم. طبعا جاست اوريدي مضارع تام. ماي ليتل براذر از ساد بيكوز هي سبيس هيز فيفورت توي، ايوه لسه قايلين ادي كلمة is مضارع اهي، وفي هنا عندك كلمة because، يبقى has spoken. طب يا مستر ما تفهمنا القاعدة دي كده، يعني بستخدمها ليه؟ عشان اقول لك ان حاجة بدأت في الماضي وانتهت في الماضي بس ليها اثر في الوقت الحالي. اخويا الصغير زعلان علشان هو كسر اللعبة بتاعته، ما هو كسر في الماضي يا مستر بس ليها اثر، ايه الاثر؟ انه لسه زعلان، يبقى على طول ايه has broken. لو هنا was، ايوه برافو عليك، يبقى هنا هتبقى had broken. علي isn't here، علي مش هنا، he speaks to the park، يبقى معنى كده ان هو راح ولسه ما جاش، يبقى has gone to the park.
We have a lot of food in the kitchen because my mother space to the shops. إحنا يعني أكل كتير في المطبخ علشان والدتي إيه إلى المحلات، يبقى أكيد راحت ورجعت، يبقى has just been to the shops. طيب 29، I haven't seen مازن space we met in Alexandria. أنا ما قابلتش مازن، إحنا كنا في اسكندرية. أيوة هنا عندك haven't وتصريف تالت، وهنا في كلمة met، يبقى أنت عايز في الوسط كلمة since. تمام. اللي بعد كده my uncle space as a taxi driver for 10 years. Now he is a worker in a big clothes factory. الجملة دي حلوة جدا جدا جدا. خلي بالك بقى، اوعى تقول لي ان في هنا كلمة فورة هي مستر، يبقى ده على كده ده present perfect has والتصريف التالت. لا يا حبيبي، انت فينك في جزء تاني، ده هو دلوقتي شغال في مصنع ملابس، يبقى معنى كده ان هو اشتغل في الماضي كسواق لمدة 10 سنين، بس دلوقتي مش شغال، يبقى معنى كده حدث بدأ في الماضي وانتهى في الماضي، يبقى استخدم كلمة worked. طب امتى استخدم هنا has worked؟ لما يقول لي كده my uncle space as a taxi driver for 10 years and still، او he is still a taxi driver، يبقى كده ايه has worked. You needn't make food I space a good meal already. انت تعمل اكل، انا بالفعل عملت، يبقى انا خلاص يعني I have cooked. وطبعا خلي بالك عشان احنا مستخدمين كلمة already هي في الاخر، اه ينفع استخدم عادي خلاص ما فيش اي مشاكل، ينفع استخدم كلمة already في اخر الايه الجملة في زمن المضارع التام ما فيش اي مشاكل ايه خالص. طيب 32، I haven't met the minister. It's the first time to meet him. أنا ما قابلتش المدير، إيه دي أول مرة، يبقى أنا ما قابلتوش من قبل كده، يبقى كلمة before. It's 2 weeks since we lost. قاعدة مهمة جدا، it's وطول فترة وبعد كده since وفاعل، lost موجودة ومش موجودة، أهم حاجة يبقى في عندك تصريف رقم 2 met. Nothing like this space to me. مفيش حاجة زي كده أبدا حصلت لي من قبل، يبقى has ever happened. خلي بالك ما تقولش has never علشان احنا في هنا كلمة nothing، الجملة بتاعتك مالها منفية، يبقى nothing like this has ever happened. طب وبرضو خلي بالك عشان اي حاجة فيها كلمة thing يبقى الفعل بتاعك مفرد، يبقى nothing has مش have. Have you finished doing the exercise? How fast؟ يعني انت ايه خلصت التمرين؟ انت سريع جدا، يبقى هل انت بالفعل خلصته؟ يبقى already. طب يا مستر مش ده سؤال، مش بستخدم كلمة يت في الآخر، استخدم يت لما يقول لي هنا كده في الإجابة you are slow، انت ايه بطيء، انما انت سريع يبقى انت بالفعل ايه خلصت. كلمة already تدل على ان الحدث انتهى بالفعل، اما كلمة يت تدل على ان الحدث بتاعك لسه شغال او لم ينتهي. 36، don't be late. اوعى تتأخر، the bus space at exactly 10. يبقى الاتوبيس ده جدول مواعيد، يبقى مضارع بسيط، يبقى تصريف اول والفعل بتاعك اخره اس مع هي وشي وات او المفرد. A lot of people are waiting for the museum to open. ناس كتير مستنيه المتحف علشان يفتح، يبقى معنى كده اكيد ان ده هيبقى مزدحم النهارده، يبقى ده عندك دليل، يبقى is going to be. It's very hot in the house. الجو حر في البيت. I space on the air conditioner. انا هشغل التكييف، يبقى ده قرار سريع، يبقى will turn. We can't use classroom 5 tomorrow because they space the walls. احنا مش هنقدر نستخدم الفصل 5 ده بكرة علشان هم ايه الجدران، يبقى اكيد هم مرتبين ان هم يدهنوه، يبقى are painting. The mechanic، الميكانيكي، repairing your car by the end. عندك by the end وفي مستقبل، يبقى على طول ده كده مستقبل تام، يبقى will have plus bb by وقت في المستقبل على طول. By this time tomorrow، أي by this time tomorrow قبل الوقت ده بكرة، my father أبي إلى إنجلترا، يبقى will have flown. Your bags look heavy، الشنط بتاعتك تقيلة، أنا إيه أساعدك إنك تشيلهم، يبقى I will help، قرار إيه بتاع ده عفوا عرض مساعدة. My grandfather 70، يبقى جدي هيكمل 70 او هيبقى 70 في عيد ميلاده اللي جاي، يبقى دي حقيقة في المستقبل، يبقى will be. At 10 o'clock tomorrow، بكرة الساعة 10، يبقى حدث هيبقى ايوة شغال او مستمر في المستقبل، يبقى I will be traveling. يبقى at 10 o'clock tomorrow يقول لك مثلا from كذا لكذا، من كذا لكذا، between كذا and كذا، all day tomorrow مثلا this time، يبقى ده على طول هيبقى future continuous مستقبل مستمر، will be over plus ing.
When they had goes to America next month, he space to four of the world's continents. لما زياد يسافر لأمريكا الشهر اللي جاي يبقى هو إيه؟ إلى أربع قارات من العالم، يبقى خلاص يبقى بالفعل ذهب إلى أربع قارات، يبقى he will have been. الجملة اللي بعد كده I feel terrible with a severe stomach، أنا يعني عندي ألم شديد في المعدة، يبقى I sick. طبعا ده كده عندك أنا عندي ألم في المعدة، يبقى ده كده دليل على إنه هو يبقى عيان، يبقى I'm going to be sick. بعد كده وطبعا خلي بالكم عشان ده هنا دليل، وانا عايزك تفرق دليل دي معناها حاجة مش دائمة، يعني هو مش دايما عنده مثلا ألم في المعدة، لا حاجة متقطعة، يجوا له النهاردة، يجوا له الأسبوع اللي جاي وهكذا. They have got the tickets، هما معاهم التذاكر، يبقى دي إلى إنجلاند، يبقى دي أر فلينج لا يا مستر، عشان حدث كامل الترتيب، واحد مسافر فمع التيكتس بتاعته، مجهز his luggage الشنط بتاعته أو baggage الشنط بتاعته. عندك كلمة arrange في الجملة أو prepare في الجملة، يبقى أنت على طول عايز am is are verb plus ing. Look there is a sandstorm، بص في عاصفة، يبقى نقفل الشباك، يبقى على طول قرار سريع، يبقى will close. There is a good film on TV tonight. It space at 10 o'clock. في فيلم كويس النهاردة. الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والطيارات والسفن ومواعيد الدروس والمدارس والحاجات دي كلها على طول present simple. It finishes. الجملة اللي بعد كده look out، احترس، look out و take care و be careful على طول. am is are going to plus infinitive. بعدهم علامة التعجب على طول. I have decided that، واللي بعدها I decided just now. خلي بالك من الجملتين. I have decided، أنا قررت، يبقى معنى كده إن ده إيه؟ قرار مسبق، يبقى I am going to. am is are going to decide و intend و plan، يبقى على طول ده كده am is are going to. طب اللي بعدها مستر I decided just now، أنا لسه تويتي مقرر، يبقى معنى كده إن ده قرار سريع، يبقى I will visit. I can't visit you because I space my homework this evening. أنا مش هقدر أزورك علشان أنا إيه الواجب بتاع النهاردة بالليل، يبقى أنا كده هبقى بعمل الواجب النهاردة بالليل، يبقى حدث في المستقبل وماله مستقبل مستمر، يبقى أنا النهاردة بالليل هكون بعمل إيه الواجب بتاعي. عمر space mother، عندك عمر اسم وعندك mother اسم، يبقى عمر والدته، يبقى هوز بتاعت الملكية. خلي بالك عشان ما تقولش هو از اللي هي رقم سي، لا هو ابوستروف از ده اللي اختصار كلمه هو از. طنطا از ذا سيتي، طنطا تكون مكان، اوعى تنخدع وتقول ان سيتي مكان، يبقى على طول كلمه وير، اقول لك لا انا اسف، في عندك هنا كلمه ان اهو ان، يبقى على طول انت محتاج كلمه ويتش، يبقى معنى كده ايه؟ ان كلمه وير بتساوي كلمه ويتش زائد حرف جر، ولازم حرف الجر كده يدل على المكان، يبقى Tanta is the city which my grandparents were born in، أو Tanta is the city in which my grandparents. عايز تستخدم where، احذف كلمة in. This is the book، الكتاب. My favorite character goes to the Arctic، يعني الكتاب ده كده اللي فيه الشخصية المفضلة بتاعتي بتذهب إلى، يبقى كتاب يبقى in which. سبعة وخمسين I couldn't decide space to wear to the wedding party، انا ما قدرتش اقرر انا هلبس ايه. طبعا هنا ما فيش عندك هنا اسم، ده انت عندك decide قرر فعل، يبقى على طول هتختار كلمة what. I couldn't decide what to wear to the wedding party. طيب 58 the shop space I visited last week has some great souvenirs، المحل اللي انا رحت زرته الاسبوع اللي فات فيه العديد من الهدايا التذكارية، يبقى طبعا كلمة ايه؟ which. طب يا مستر مش الشوب ده محل، طب ليه ما قلناش كلمة وير؟ علشان انت عندك هنا كلمة فيزيت، فيزيت معناه ايه؟ يزور، يبقى كان اصلها I visited it، و it دي كده بتاعت الغير عاقل، يبقى بتستخدم كلمة which. انما لو قال لك the shop space I worked، انا اشتغلت فيه، يبقى معنى كده ايه؟ يبقى where، عشان كان اصلها the shop I worked in it، يبقى انا اشتغلت فيه in و it، يبقى كده تستخدم كلمة where. 59 جومانا space is my sister's best friend is really good at tennis. جومانا عاقل، يبقى طبعا ما فيش استخدم كلمة which، ومن هنا ما فيش اسم هنا، يبقى مش يبقى هوز دي غلط. طيب يبقى عندك هو او ذات، مش هينفع استخدم كلمة ذات علشان في كومة، يبقى جومانا هو.
This is the hotel. هذا الفندق. I stayed. أنا مكثت. When I was young. طبعا مفيش حرف جر هنا ولا في حرف جر هنا كده. وعندك stay يبقى يقيم في مكان، يبقى this is the hotel where. This is a book. كتاب. The hero travels to space. البطل بيسافر إلى الفضاء. يبقى فيه، يبقى in which. طبعا الكتاب بياخد in which. بس خلي بالك بقى لما يقول لك مثلا this is the book space I read. أنا قرأته. يبقى which فقط. أنا قرأته، مفيش حرف جر عندي. Saturday يوم السبت. We always play football. يبقى يوم السبت ده كده احنا بنلعب فيه. يبقى في هذا اليوم، يبقى معنى كده كلمة when. طب ما فيش عندك كلمة when اللي بتسويها on which. which دي داخلة في كل حاجة. The bridge الكوبري is near my house is more than 200 years old. طبعا البريدج كوبري ينفع يبقى مكان وينفع يبقى غير عقل، بس في عندك هنا is فاعل لا. يبقى في الحالة ديت كده ما ينفعش ان انا اختار كلمة where تماما. يبقى الكوبري الذي يكون. طب ما فيش كلمة which يا مستر لوحدها، يبقى that. that بتساوي كلمة which. My uncle lives in المحلة is a big industrial city. عمي بيعيش في المحلة. مدينة. يبقى ينفع تبقى مكان وينفع يبقى حاجة غير عاقل. اللي جاي بعدها is فعل، يبقى على طول ما ينفعش استخدم where، يبقى which. Mrs. Iman has got her PhD space. We all congratulated her. مس إيمان يعني حصلت على درجة الدكتوراه بتاعتها، احنا هنيناها. يبقى المفروض اصلا كلمة congratulate دي معناها يهنئ، بتاخد حرف الجر on. يبقى احنا هنيناها على الحصول عليها، يبقى on which علشان congratulate on. 66 شكسبير was a great playwright. Plays are famous everywhere. الجملة حلوة جدا جدا، واحنا قلنا قبل كده برضو واحنا بنحل في احد الامتحانات عندك كلمة plays. طيب بلاي يا مستر معناها فعل، معناها يلعب، او تستخدم كاسم بمعنى مسرحية. طب يا ترى هنا ايه، هي فعل ولا اسم؟ بص على اللي جاي بعديها، في عندك كلمة are ده فعل، يبقى معنى كده ان كلمة بلاي هنا اسم مسرحية، يبقى هوز بلايز. يبقى شكسبير ده اللي كان كاتب مسرحي، المسرحيات بتاعته مشهورة في كل مكان. The electric machines الماكينات الكهربائية. والجملة دي حلوة برضو جدا. In Japan are used everywhere. المفروض الآلات الكهربائية دي كده في اليابان، المفروض التي تصنع في اليابان. طيب التي تصنع، يبقى معنى كده ان الجملة بتاعتك مبنية للمجهول. طيب are made يا مستر، ما are made مبني للمجهول. يقول لك لا غلط. ليه؟ عشان ما ينفعش يبقى في are made ويبقى في هنا كلمة are. ما ينفعش يبقى في فعلين أساسيين في الجملة الواحدة. يبقى المفروض كان أصلها والتي. طب ما هي which اهي، which made، بس which made التي صنعت. الالات مش هتصنع نفسها. طب المهم يا مستر يعني هنقول ايه اذا كانت الجمله مبنيه للمجهول؟ احذف ضمير الوصل بتاعك اللي هو كلمه which او ايا كان، واحذف فيرب تو بي، واستخدم التصريف رقم 3 على طول. يبقى ذا الكتريك ماشينز ميد ان جابان. الجمل دي بتتكرر في الامتحانات كتير كتير كتير. هي سبوك بادلي اباوت ماي تيشر. هو اتكلم بشكل سيء عن الاستاذ بتاعي. ميد مي انجري، وهذا جعلني غاضب. ما تقولش ان التيشر ده عاقل، يبقى هو لا، يعني كلامه عن المدرس خلاني غضبان. يبقى معنى كده الكلام نفسه يبقى which. The early morning is the best time. طبعا عندك كلمة time معناها وقت، ما فيش هنا حرف جر ولا في فعل هنا ولا في هنا حرف جر، يبقى على طول كلمة when. I do sports. Fortunately لحسن الحظ I found the mobile. أنا وجدت التليفون. إيه بقى اللي أنا ضيعته؟ طيب ما هو يا مستر كل الاختيارات بمعنى اللي أنا ضيعته. طيب نمشي واحدة واحدة. I had lost it ما تنفعش. ليه؟ عشان في كلمة it في الآخر خالص اهي، و it دي ما ينفعش تبقى موجودة في الجملة بتاعتي. طيب which I had lost it ما ينفعش يبقى في عندك كلمة it ويبقى في نفس الوقت كلمة which، عشان أصلا which هتحل محلها. طيب that I lost it ما هي بنفس الطريقة، ما هي that بتساوي كلمة which، يبقى I had lost فقط. طيب the manager with space I work is very friendly. المدير اللي أنا بشتغل معاه، المدير ده عاقل. بس خلي بالك في عندك كلمة with، يبقى على طول بتختار كلمة whom. whom دي بستخدمها مع العاقل بس بتحل محل المفعول، واستخدمها لو في عندك preposition هنا حرف جر هنا. يبقى ناخد من هنا ان كلمة that وكلمة who ما ينفعش اجيب قبلهم حرف جر. tomorrow بكرة. انا I'm going to a meeting، انا هذهب الى اجتماع. على طول الاجتماع يبقى at which، والذي فيه. they said something very cruel. هم قالوا حاجة يعني قاسية عنيفة. They should apologize. Apologize يبقى for، يبقى يعتذر. لا يبقى for which.
يبقى apologize، بتعترف بجره فور، يعتذر ل حاجة معينة هو قالها. بس لو في شخص يبقى apologize to someone for something، يبقى for which I think they should apologize. This is the stadium، هذا هو الاستاد. We saw the final club، احنا شفنا المباراة ان هي فيه، يبقى في الاستاد، يبقى where، ما ينفعش where اجيب لها حرف جر، يبقى at which. That ما ينفعش نجيب قبلها حرف جر زي ما قلنا. My friend space flat، صديقي، وعندي flat شقة. بس خلي بالك بقى عشان تكملة الجملة خادعة شوية، لو في كلمة هوز لوحدها هنا مش هينفع اختارها. ليه؟ علشان صديقي شقته احنا بنعيش فيها، يبقى المفروض يبقى في كلمة ان او حرف جر ان. مفيش هنا ان، يبقى حط قبل كلمة هوز، يبقى ان هوز فلات، والذي في شقته احنا بنعيش. 76 there are two restaurants by the park and they are space very good، في مطعمين جنب الايه البارك الحديقة وكلاهما كويس. عندك طبعا كلمة are، يبقى معنى كده بتكلم عنهم هما الاثنين، يبقى they are both very good. Grandmother says that my brothers and I can space take a cake from the kitchen، يعني جدتي قالت ان انا واخواتي احنا الاثنين يعني اي حد فينا take a cake from the kitchen. طبعا هنا مش بتكلم عن الاثنين، ده brothers اخواتي اكتر من اخ وانا، يبقى احنا اكتر من اثنين، يبقى both دي ما تنفعش، وايذر برضو ما تنفعش، وايفري ما تنفعش، يبقى each can each take a cake from the kitchen. طب each هنا معناها ايه؟ كل واحد فينا لوحده ياخد قطعه ايه كيكه، each one اصلا يعني. 78 space the rice that you need is in the cupboard، طبعا عندك rice ors، ده اسم مفرد ولا يعد، يبقى على طول بتاخد كلمه اول، اول اجيبها مع الجمع او المفرد الذي لا يعد. نجوى is enjoying her new job because space day of the week is different، نجوى بتستمتع بالوظيفه بتاعتها علشان كل يوم من الاسبوع يبقى مختلف، يبقى every day على طول كل يوم. طب يا مستر ما يقول قول دي اجيب لسائلين، اجيب بعدها جمع، اقول لك دايز، وفي الحاله ديت كده هيبقى في ار. اور سكول، المدرسه بتاعتنا از كيلومتر، طبعا بعد المسافات ومش الكلام ده كله بتاخد كلمه هاف، ولازم بعدها يبقى فيه هاف ا كيلومتر، هاف ا كيلومتر، هاف ا كيلو، وهكذا. ماي ماذر جيف سبيس تشايلد ات ذا بارتي ا سمول بريزنت، والدتي اعطت لكل طفل في الحفله هديه. طبعا عندك تشايلد مفرد ويعد، يبقى each child. لو قالت لك بقى children يبقى كنا نقول all children. اللي بعد كده حمدي wants to study English or، في كلمة or، يبقى على طول اللي هي كلمة either أو either، الاثنين صح، either English or history. There was a fire in the toy shop and space toy was damaged، كان في يعني حصل حريقة في محل الألعاب وإيه اللعب باظت، كل اللعب. ما يا مستر في عندنا كلمة all وكلمة every، الاثنين معناهم كل، بس لو all يبقى all toys، انما انت عندك toy لعبة يبقى every toy. Lena has two brothers but they are not good at basketball because space tall، لنا عندها اخين ولكن هم مش كويسين في الباسكتبول، لان يبقى ولا واحد فيهم طويل، يبقى neither is tall هنا، يعني لا ده طويل ولا ده ايه طويل. دايما يعني في الفورمال، في الجمل الرسميه يعني والرايتنج الرسمي يعني في امتحانات وكلام الكلام ده كله، neither بتاخد مفرد. بعد كده نقط player in the team was given a medal، كل لاعب في الفريق اعطى ميداليه، يبقى معنى كده كل لاعب يبقى every player، كل اللعيبه يعني اخذت ميداليات يبقى every player. لو قول all players كان هناك بدل كلمه was هتبقى كلمه were. بعد كده ميسا asked Mona and me to the park this afternoon but space of us can go، we are going shopping. ميسا يعني طلبت من منى ومني ان احنا نروح الى البارك النهارده بعد الظهر، ولكن احنا ايه نذهب احنا الاثنين رايحين الشوبينج، يبقى معنى كده ولا واحد فينا هيقدر يروح، يبقى neither of us can go. ليه؟ علشان احنا بنذهب لمكان تاني، يبقى لا هي يعني لا منى تقدر تروح ولا انا كمان اقدر ايه اروح. 87 I go to the school library space week، انا اذهب الى المكتبه طبعا كل اسبوع، يبقى every week. طيب الجمله اللي بعد كده بتقول space them were late no one arrived early، هم جم متاخر ولا واحد جه بدري،
يبقى معنى كده كلهم كانوا متأخرين. طيب قول، ما ينفعش اقول لك all them ولكن all of them. لو اختار all بس اقول all were late. Space brothers are highly qualified. One is a teacher and the other is an engineer. يبقى انت عندك اتنين، عندك واحد مدرس والتاني مهندس، يبقى معنى كده والاتنين مؤهلين بشكل كويس، يبقى both brothers are. علي couldn't decide which of the two t-shirts to buy he likes. علي ما قدرش يحدد هو عايز يشتري انهي واحد من الاتنين، عشان he likes يبقى هو حب، يبقى هو حب ايه الاتنين، يبقى both. In a basketball in a basket match space team has 5 players. يعني في المباراة بتاع الباسكت ايه فريق في خمس لاعب، يبقى طبعا كل فريق يبقى each team. Do you want tea or coffee؟ يعني انت عايز قهوة ولا شاي؟ I don't mind. انا لا امانع، يبقى انا لا امانع ده، او ده يبقى either. يبقى لو قال لك thanks no thanks، لا شكرا، يبقى neither، ولا ده ولا ده، شكرا. The price of the two jackets is reasonable. سعر الجاكيت الجاكيتين معقول، يبقى space is expensive، يبقى معنى كده ان هما مش غاليين، يبقى لا ده غالي ولا ده غالي، يبقى neither is expensive. My brother spends space of her time reading short stories. يعني اخي بيقضي ايه وقته بيقرا القصص بتاعته او القصص القصيره، يبقى half of his time. دي عفوا دي his مش her، of his time. طيب حلو، بعد كده I don't like space of the trousers. Both are old fashioned. يعني أنا مش حابب إيه من البنطلونين أو البناطيل، يعني both are old. طبعا هنا عندك كلمة both، أيوة، يبقى معنى كده بتكلم عن كام؟ عن اتنين. يبقى أنا مش حابب إيه البنطلونين، كلاهما موضة قديمة، يبقى وعندك هنا طبعا كلمة don't، يبقى معنى كده إن الجملة بتاعتك مالها منفية، يبقى I don't like either of the two trousers. لو قال لك I like، يبقى I like neither of the trousers. Tommy wanted to marry her. اتنين كانوا عايزين يتجوزوها، but she accepted، ولكن يبقى معنى كده هي نفسها منفية، يبقى neither، يبقى هي لا قبلت لا ده ولا ده. She spent nearly her life at home. يبقى على طول all her life، هي قضت كل حياتها. مش بتكلم عن حاجتين هنا، وما ينفعش اقول لك every her life. Neither أحمد، طبعا neither يبقى نور. I was very hungry so I had space the cheese sandwich and، في عندك كلمة and، أنا كنت جعان فأنا أكلت سندوتش الجبنة وسندوتش الفراخ، يبقى both. My brother said I could have space cheese or، في عندك هنا كلمة or، يبقى either. بعد كده I like milk، أنا بحب اللبن. أحمد likes milk، أحمد بيحبه هو كمان، يبقى أنا عايز كلمة أيضا، وفي الآخر خالص النقط في الآخر يبقى كلمة to. طب I don't like tea، أنا لا أحب شيء. أحمد doesn't like it، الجملة منفية، يبقى either. يبقى to و either الاتنين معناهم أيضا، بس to بستخدمها في آخر الإثبات، either بستخدمها في آخر النفي. I have got two watches but the space of them works properly. يعني أنا عندي ساعتين ولكن يبقى ولا واحدة فيهم شغالة بشكل كويس، يبقى but neither of them works properly. It's a space big car that، خلي بالك بقى من كلمة ذات ومن كلمة سو وساتش والكلام ده، في هنا عندك كلمة ايه ذات، يبقى انت محتاج يا اما كلمة سو يا اما كلمة ساتش. طيب الكار مفرد واسم، يبقى معنى كده ساتش ايه. احمد thinks that it is a space hot to، في عندك كلمة تو في بعد كده فعل في مصدر، يبقى انت محتاج يا اما كلمة تو فيها اتنين او يا اما كلمة انف. يبقى احمد بيعتقد ان it is hot to play، يبقى الجو حر جدا لدرجة ان هو مش هيقدر يلعب تنس، يبقى to hot to. The question was space difficult that، في that يبقى انت عايز so او such، عندك difficult صفة فقط، يبقى معنى كده so difficult that. My sister is space to go to school. She is only two. في عندك هنا two infinitive. يبقى معنى كده يا اما كلمة enough يا اما كلمة two. يبقى سو غلط وساتش غلط. طب اختي ايه علشان تذهب الى مدرسة؟ ده هي عندها سنتين بس.
يبقى لك اختي كبيره جدا لدرجه ان هي مش هتقدر تدرس في المدرسه، عندها سنتين. لا، يبقى my sister is not old enough، مش كبيره بشكل كافي. The light from the sun is a space strong that، في that وفي strong صفه، يبقى so strong that. الجمله اللي بعد كده this bag is very heavy، الشنطه تقيله. I'm not strong، انا مش قوي. يبقى بشكل كافي، يبقى not strong enough. The bus went space slowly that، في عندك that وفي slowly صفة بتاع عفوا adverb حال، يبقى so slowly that. This is an exciting book، an exciting book that، في that وفي عندك an وصفة واسم، يبقى على طول كلمة such. The phone is space for her to buy، ادي to buy، هي معاش فلوس كافية، يبقى تليفون غالي بشكل كفاية عليها، يبقى the phone is too expensive for her to buy. الجملة اللي بعد كده I'm space to go to the cinema، في عندك to وinfinitive، يبقى I am too busy، أنا مشغول جدا لدرجة إن أنا مش هقدر أذهب إلى السينما. My brother is careful، أخي حريص، في عندك هنا صفة careful، يبقى بتجيب بعد الصفة كلمة enough على طول. They are space thrilling short stories that، هذه short stories thrilling صفة، وفي عندك that يبقى such. طب يا ترى such ايه ولا such بس؟ لا such بس، ليه؟ عشان stories ده اسم جمع، انما such ايه لو قال لك such a thrilling short story فقط. The party was interesting، it is space pity that you didn't join us، في عندك pity ده noun اهو، with that اسم، with that عفوا، يبقى it is such a pity. يعني ايه a pity؟ معناها يعني امر مؤسف، يبقى it is such a pity that you didn't join us. 117 there are times when you can't work hard space to live comfortably، في عندك هنا ادي hard ده الادفيرب اهو كده، يبقى في وقت يعني انت ما تقدرش تشتغل فيه بجد بشكل كافي، يبقى enough. في عندنا هنا 2 plus infinitive. طيب الجملة اللي بعد كده بتقول the question is space for the little boy to answer، السؤال ايه بالنسبة للولد علشان يجاوب؟ يبقى طبعا في عندك هنا 2 plus infinitive، يبقى انت محتاج كلمة 2، يبقى السؤال طبعا بالنسبة للولد يبقى صعب جدا، بالنسبة للولد يبقى too difficult. The food in that restaurant is a space that، في عندك كلمة that، يبقى so أو such، يبقى طبعا هنا so good علشان such مفيش noun بعدها. It was a space a game، عندك game وعندك that، game ده noun، يبقى انت محتاج في الحالة ديت كده كلمة such. طيب و game ده countable يعد، يبقى such a long game. اللي بعد كده حمدي is a space to answer the difficult questions، حمدي ايه علشان او ان هو يقدر يحل الأسئلة، يبقى حمدي يكون ذكي بشكل كافي، يبقى حمدي is clever enough. طبعا زي ما احنا عارفين ان الصفة بتجي قبل كلمة ايه؟ قبل كلمة enough، بس بتجي بعد كلمة to. طب هنا ما ينفعش اقول لك حمدي is too clever to answer، حمدي ذكي جدا لدرجة انه مش هيقدر يجاوب، طبعا المعنى ما ينفعش خالص. 122 there were space many people، اول ما تشوف كلمة many او كلمة much، كلمة little، كلمة few، وفي هنا كلمة that، يبقى في الحالة ديت كده انت محتاج كلمة so. يبقى تاني كلمة many وكلمة much وكلمة few وكلمة little وانت عندك كلمة that، يبقى في الحالة ديت على طول كلمة so. ما تقولش ان في كلمة people ده اسم، لا دي كده ايه مع الاسماء او الكلمات اللي احنا قلناها على طول بستخدم كلمة so. طيب such او such a lot of كذا. 123 طارق is a space friendly person، عندك كلمة person وعندك كلمة ذات اسم، وفي كلمة ذات يبقى سو أو such. طبعا عندك person مفرد ويعد، يبقى لازم في a أو an. The stadium is a space to hold 50,000 spectators، الاستاد ايه على لكي يسع 50,000 متفرج. طبعا عندك to plus infinitive، يبقى محتاج يا إما to يا إما كلمة enough. طيب يبقى الاستاد يكون كبير بشكل كافي، يبقى big enough. ما ينفعش بنفس الطريقة نقول طبعا too big too، علشان too و too معناها لدرجة ان لا، فما ينفعش اقول الاستاد يكون كبير جدا لدرجة ان لا يستوعب، طبعا ايه المعنى غير مقبول.
the old hotel space as a museum in the future. طيب ندخل على الباسيف بقى شوية كده. الفندق القديم ده كده ايه؟ كمتحف في المستقبل. طيب طبعا انت عندك هنا المتحف يبقى هيستخدم ل. طيب عشان نعمل جملة في المبني المجهول دايما القاعدة العامة بتاعتك بتبدأ بالأوبجكت المفعول، بعد الأوبجكت بتستخدم أحد أشكال فيرب تو بي، وبعد كده بتستخدم تصريف رقم 3. يبقى that old hotel could be used، أدي بي وعندك تصريف رقم 3. Around 6 hours a day spent checking emails in many offices. طبعا عندك كلمة حوالي 6 ساعات في اليوم يبقى بيتم قضائهم علشان طبعا ايه فحص الايه الايميلات والكلام ده كله. يبقى ار سبنت ساعات هتقضى مش هتقضي، ادي ار وادي تصريف رقم 3. درايف كيرفولي هير بيكوز ذا رود، يعني سوق بحرص هنا لان الطريق، يبقى الطريق ماله اكيد بيتصلح، وبنفس الطريقه يبقى الكلام ده كده في البريزنت يبقى is being repaired، وطبعا اكيد بيتصلح عن البريزنت عشان ما تقولش ان رقم دي ما ده بريزنت سامبل، بس اكيد بيتصلح في الوقت الحالي يبقى being repaired. هالاس كازن سبيس تو ذا ستيشن سو هي كان تيك ذا ترين تو الكسندريا، ابن عم هالا ايه الى المحطه لذلك هو يستطيع ان يستقل القطار الى الاسكندريه. يبقى طبعا هيتاخد الى المحطه يبقى is going to be taken. عندك بي وعندك الايه تصريف رقم 3. A new school near my home space and it will open next year. مدرسة جديدة ايه جنب بيتي وهيتم افتتاحها السنة اللي جاية، يبقى كده المدرسة بتتبني في الوقت الحالي يبقى is being built. طيب the teacher says that a new subject next week، يعني الأستاذ بيقول إن مادة جديدة ايه الأسبوع اللي جاي، يبقى أكيد مادة جديدة هتتدرس، وعندك next future يبقى will be taught. أو الرابش القمامة أو الزبالة every week، عندك كلمة every يبقى ده كده مضارع بسيط، يبقى القمامة بتجمع والقمامة دي uncountable مفرد يبقى is collected. We can't get on the plane yet because it، احنا مش هنقدر نركب الطيارة يعني في الوقت الحالي لأنها يبقى مالها لسه بتتنظف يبقى is being cleaned. لوك طبعا عندك لوك وليسن وناو ات ذا مومنت يبقى ذا بريزنت كونتينوس، يبقى بعض الازهار مالها ايوه بتترسم يبقى ار بينج درون. كود يور ماث بروبلمز، هل المشاكل بتاعتك بتاع الرياضيات تقدر تتحل؟ يبقى المشاكل هتتحل، عندك كلمه كان وكود افعال ناقصه يبقى لازم يبقى في عندك كلمه بي وتصريف رقم 3 يبقى بي صوت. Is the exercise now، هل التمرين now الآن يبقى ده present continuous مضارع مستمر يبقى is the exercise being done. There is a hole in the roof which needs، في يعني ثقب في السقف ومحتاج كلمة need، يا اما بنجيب بعدها to be وتصريف رقم 3 يا اما بنجيب verb plus ing، يبقى تاني to be وتصريف التالت يا اما verb plus ing يبقى to be locked، مفيش طبعا فير بلس ان جي في الحاله ديت كده. I wouldn't like، خلي بالك عندك كلمه would like يبقى كده لازم يبقى فيه تو، يبقى being دي غلط وهاز دي غلط وهات غلط، يبقى I would like to be given instructions، انا احب ان اعطى تعليمات. بعد كده I don't want، بنفس طريقه كلمه want معناها يريد، برضو من الافعال بتجيب بعدها تو يبقى I don't want anymore، أنا لا أريد أن deceive دي اللي معناها يخدع، يبقى أنا مش أريد أن أخدع ولكن أخدع يبقى to be deceived. I don't like like أنا لا أحب إيه at، يبقى أنا لا أحب الناس تضحك عليا أو أنا لا أحب أن يستهزأ بي. طيب people laughing أقول لك people laughing at، يبقى لازم في مفعول laughing at me يبقى الأولى دي غلط. طب I don't like having laughed at، طب فين verb to be؟ مفيش، يبقى I don't like being laughed، ادي like نجيب بعدها verb plus ing ادي being وعندك تصريف رقم 3. After the death of her husband the poor woman was thought، بعد وفاة زوجها المرأة كان يعتقد ان هي ايه من الامنيزيا اللي هو فقدان الذاكرة، يبقى يعتقد ان هي عانت من، يبقى was thought ايوه to have suffered، المرأة هي اللي هتعاني
يبقى هي يعتقد ده كده مبني المجهول، بس هي اللي هتعاني. والكلام هنا كده في الباست يبقى هاف وتصريف رقم 3، او لو في عندك بريزنت بيرفكت برضو بتستخدم هاف والايه والتصريف رقم 3. طب لو بريزنت او فيوتشر يبقى بنقول تو والانفينيتيف. يعني اقول لك كده was thought to suffer، يبقى هي لسه بتعاني او to have suffered. our house decorated yet، منزلنا يتزين حتى الان، يبقى طبعا عندك yet present perfect يبقى have او has، والجمله المبنيه المجهول يبقى our house hasn't been decorated. the police said that the windows space before the thieves went. الشرطة قالت ايه؟ ان الشبابيك قبل ما اللصوص. طبعا عندك before وعندك هنا past simple، يبقى اللي هناك past perfect. الشبابيك مش هتكسر ولكن هتتكسر، يبقى had been broken. all the cakes in that shop space by my aunt she works there. كل الكيك اللي في المحل ده ايه؟ بواسطة عمتي، هي بتشتغل هناك، يبقى اكيد بتتعمل. طيب يبقى بنفس الطريقة مبني المجهول يبقى have been made. الحاجات التانية نركز تاني، نقول تاني عشان نفكر الناس بالقاعدة، لازم يبقى في فيرب تو بي والتصريف رقم 3. هنا ميت تصريف تاني وتالت، مفيش فيرب تو بي يبقى غلط. طب وير ميكينج، ادي وير اهي بس مفيش تصريف تالت. طب هاف ميت، طب فين فيرب تو بي؟ اقول لك هاف بين ميت، صح، بس هنا مفيش، ادي هاف بين ميت اللي هي رقم سي. 144 a lot more birds space on the shore this year، الكثير من الطيور على الايه الشاطئ هذا العام. عندك كلمة this year يبقى برضو من الكلمات الدالة على present perfect عادي، أو past simple برضو مفيش مشاكل. الطيور، المهم إن الطيور هنا مبني للمجهول. آخر واحدة so، ده مش تصريف تالت أصلا، مفيش verb to be غلط. had been seen، أدي في بي وفي تصريف رقم تلاتة بس ده مش ماضي تام. طب have seen، مفيش تصريف رقم، مفيش verb to be، يبقى have been seen هي أول واحدة. When the police arrived at the bank they realized that the money، لما الشرطة وصلت البنك هم أدركوا إن الفلوس، يبقى إن الفلوس اتاخدت. عندك arrived في الباست و realized في الباست و that، يبقى أكيد the past perfect had been taken. The very old house space yesterday، عندك yesterday ماضي. المنزل، الجملة دي حلوة جدا جدا بقى، خلي بالك. المنزل امبارح، كولابس دي أصلا معناها ينهار. طب المنزل، هو اكيد يا مستر هتقول بقى المنزل مش هينهار من نفسه. طيب انت كلامك بالعربي صح، بس بالانجليزي الكلمة كولابس ده كده فعل لازم. يعني ايه فعل لازم؟ يعني ما ينفعش اجيب بعديه مفعول. طب يعني ايه برضو؟ ما دام الفعل بتاعك لازم ما ينفعش اجيب بعديه مفعول، يبقى في الحالة ديت كده ما ينفعش اني استخدمه في المبني للمجهول. يعني the old house collapsed. طب ممكن تدينا مثال تاني؟ ماشي، اديك مثال تاني. لما اقول لك دي اكسيدنت، الحادثه دي اكسيدنت ايه؟ بتقول happened ولا was happened yesterday؟ لا happened. ليه؟ عشان happened ما ينفعش اصلا اجيب بعدها تصريف رقم، ما ينفعش اجيب بعدها مفعول، وبالتالي ما ينفعش ان انا ابنيها للمجهول. طب ممكن مثال تاني كمان، لما اقول لك the book، الكتاب، عندك كلمه come out اللي معناها يصدر. the book came out yesterday، الكتاب صدر امبارح. come out ما ينفعش ان انا اجيب بعديه مفعول. اما كلمه publish بقى مثلا اجيب بعدها مفعول، يبقى the book was published. طيب 147 having بتجيب بعد التصريف الثالث، يبقى being دي غلط و to be دي غلط، يبقى اما عندك questioned يا اما being questioned. بعد ايه؟ المجرم اعترف انه قتل السادة، يبقى بعد questioned دي معناها يس، يتسأل او يعني يتم التحقيق معه، يبقى بعد ما تم التحقيق معه المجرم اعترف، يبقى مبني المجهول يبقى having been questioned. طيب الجملة اللي بعد كده as soon as I space the good news I got excited، بعد ما ايه الاخبار الجديدة انا يعني كنت مبسوط منثار، يبقى انا بعد ما تم اخباري يبقى as soon as I was told. طبعا عندك got في الباست، يبقى كده الازمنة بتاعتك كلها في الباست، والوحيدة في الباست ومبنية المجهول اللي هي was told. food space while I was doing my homework، الطعام ايه اثناء ما انا كنت بعمل واجب، يبقى كده الطعام كان بيتعمل، وعندك هنا كلمة while، يبقى معنى كده الحادثين كانوا شغالين مع بعض في وقت معين، مفيش حاجة أثرت على التانية. يبقى أنت عايز past continuous و past continuous، ماضي مستمر وماضي مستمر، ويبقى was being prepared، الأكل كان بيتجهز بيتعمل. since I traveled to London no emails space from my old friend، من عندك كلمة since وعندك هنا past simple تصريف تاني، يبقى الجزء اللي هناك ده كده إيه present perfect على طول، زي ما إيه لسه شارحين وحالين هناك، يبقى have been received، مفيش ولا ايميل تم استقباله.
The thief space before he tried to escape. الحرامي ايه قبل ما يحاول ان هو يهرب. الجملة دي حلوة جدا برضو. الحرامي اكيد اتمسك اتقبض عليه. طيب was arresting مفيش تصريف تالت يا مصري، يبقى دي غلط. طب عندك is arrested، ده انا في عندي هنا tried في الباست، يبقى البريزنت ده غلط. طب had arrested مفيش فيرب تو بي. got arrested ايوه got arrested. طب ليه بقى؟ يقول كده ان ينفع ان انا استخدم فيرب تو جيت او كلمه جيت في المبني للمجهول بس مع افعال معينه، زي مثلا كلمه arrest، مثلا كلمه catch، مثلا كلمه burn يحرق، كلمه marry يتزوج، كلمه divorce يطلق. الافعال دي كده بستخدم معاها كلمه جيت عادي خالص مفيش اي مشاكل، وابنيها المجهول واجيب بعدها التصريف رقم 3. my car space before I travel to Hurghada. سيارتي ايه قبل ما اسافر الى الغردقه، يبقى اكيد سيارتي مالها اتفحصت، يبقى اكيد مبني للمجهول. وعندك هنا traveled في الباست، يبقى البريزنت ده غلط از غلط. وعندي had to check مفيش فيرب تو بي، يبقى غلط. وهاد checked مفيش فيرب تو بي، يبقى had to be checked. had to be طبعا معناها كان من الضروري ان هي ايه تتفحص. the secretary was made space 20 liters in only 3 hours. عندنا كلمه ميك بمعنى يعني يجعل او يجبر او يعني يخلي واحد يعمل حاجه، استخدمها في المبني المجهول ادي واز ميد، يبقى لازم في عندك تو الانفينيتيف، يبقى تو تايب. يبقى كلمه ميك في الباسيف المبني المجهول لازم اجيب بعدها تو الانفينيتيف. The student decided not to make that mistake again after. الطالب قرر ان هو ما يرتكبش نفس الخطا تاني بعد ما. عندك after ما فيش فعل، يبقى انت عايز verb plus ing، هو اكيد بعد ما يعاقب، يبقى after being punished. many exams are space before the final one. يعني امتحانات كتيرة المفروض انها تتحل قبل الايه الامتحان النهائي، يبقى هتتحل. are be answered or are being answered. طيب are to have فين مفيش verb to be خالص هنا في الجملة بتاعتك. طيب be answered ما هي صح مستر are اهي، بس اقول لك are being answered. طيب are to be answered اهي. طب كلمة are to be answered معناها ايه يا مستر بقى؟ معناها تساوي كلمة must معناها يجب. يبقى be to معناها يجب ان، يبقى العديد من الامتحانات يجب ان تتحل قبل امتحان النهائي. الجملة بعد كده I didn't go home until my car. انا لم اذهب للمنزل حتى سيارتي، يبقى اكيد سيارتي اتصلحت. يبقى وعندك until عندها عندك didn't والانفينيتيف، يبقى هناك had been repaired. had been repaired. ليلى usually عندك usually present اهو كده twice a year. وندخل بقى على الاسئله بتاعت الواحد رقم 9 بتاع الكوزيتيف. ليلى ايه مرتين في السنه، يبقى بتعمل تشيك على فحص على اسنانها. طيب ايه القاعده بتاعت الكوزيتيف دي؟ عندك get او كلمه have وشيء وتصريف رقم 3. تاني get و have وشيء وتصريف رقم 3، يبقى عندك has her teeth checked، عشان مش هي اللي تفحص اسنانها. طب رقم ب checks her teeth، هي بتفحص مش هي اللي بتفحص اسنانها، يعني اقصد هي صح هي رايحه علشان اسنانها تتفحص، يبقى الدكتور الا يفحص اسنانها، يبقى مش هي نفسها دكتوره يعني. طب has checked ما ينفعش، فين ما فيش لازم has او have بعدها الشيء وتصريف التالت. طب get ما هي get اهي بس ليلى مفرد، يبقى الفعل بتاعك كان لازم يبقى اخره اس هنا كده. wait there and I will space yasser to help you with those bags. استنى هنا وانا ايه يسر علشان يساعدك. طب لما في عندك اسم واحد وعندك تو ويل انفينيتيف، يبقى في الحاله ده كده بستخدم كلمه جيت، يبقى في المبني للمعلوم جيت واسم واحد وتو المصدر، او هاف او هاز طبعا او اي في اي تصريف واسم واحد ومصدر فقط. زي اللي بعدها ماي فاذر سبيس مي تايدي، عندي مي انا وتايدي انفينيتيف، يبقى في الحاله ديت كده انت محتاج يعني هاف هاز هات ايا كان. عندك this morning هذا الصباح، يبقى الكلام في الماضي يبقى had. يبقى لو جيت وشخص تو والمصدر. طب هاف وشخص والمصدر. I usually space once a month. انا عادة ايه مرة واحدة في الشهر، يبقى انا يعني بقص شعري بس برضو مش انا اللي بقصه، لا انا بروح للحلاق علشان يقص، يبقى have my hair cut. يبقى هاف والشيء والتصريف رقم 3. You can space on a t-shirt in that shop. انت تقدر ايه يعني على التيشيرت في المحل ده كده، يبقى تكتب اسمك بس برضو مش انت اللي تكتب، يعني اسمك هي الطبع، يبقى you can يا اما تقول بقى have your name painted يا اما get your name painted او printed ايا كان، يبقى
get your name printed. باقي الحاجات التانية طبعا ايه القاعدة لا تنطبق عليها. my mother عفوا my mother expects me to help her do the shopping this morning. والدتي ايه ان انا يعني اساعدها في التسوق النهاردة. عندي me وعندك to plus infinitive، يبقى في الحالة ديت كده انت محتاج كلمة get، طبعا الماضي بتاع get اللي هي got، يبقى my mother got me to help. make ومفعول ومصدر، اقول لك need me help و let me help برضو و had me help. yesterday امبارح، يبقى الكلام كده في الماضي، يبقى بدون ما تكمل الجملة يبقى have دي غلط و have دي غلط و have to have دي غلط، يبقى had to have اللي هو الباست بتاع كلمة ايه have. الجملة بعد كده the teacher speaks us copy the notes from the blackboard. المدرس ايه ادي us نحن و copy، ادي يعني اسم واحد او ضمير مفعول وبعد كده مصدر، يبقى انت محتاج have وطبعا الباست بتاع have اللي هي had. لو got يبقى got us to copy. بنفس طريقة كوز برضو مفعول وتو المصدر، allow مفعول وتو المصدر. مريم سبيس the windows yesterday they look nice and clean now. مريم ايه النوافذ امبارح ده هما شكلهم ايه نظيف دلوقتي، يبقى معنى كده مين اللي نظف؟ ايوه مريم، يبقى معنى كده انت محتاج كلمة ينظف فقط، يبقى مريم cleaned the windows yesterday. طب الاخيرة اللي هي got cleaned، ما ينفعش اقول لك مريم got cleaned، اقول مريم got the windows cleaned، كده دي صح برضو، بس طبعا هنا got cleaned the windows المعنى مش مظبوط. the head of the school space the computers checked once a year. مدير المدرسة او ناظر المدرسة ايه اجهزة الحاسوب يعني بيتعمل فحص عليها once a year مرة واحدة في السنة، يبقى معنى كده ان ده برضو present، يبقى الغي الباست ديت غلط، was برضو غلط، was have دي غلط خالص، يبقى has the computer checked. we won't paint our house ourselves. احنا مش هندهن البيت بنفسينا. we not buy a clever painter. يبقى احنا اكيد هنجيب حد يدهنه، يبقى يا اما تقول we will get it painted يا اما we will have it painted. اللي موجودة طبعا فيهم اللي هي will have it painted، الباقيين طبعا ايه طبق انت على القاعدة بتاعتك بقى عشان ما تطولش عليكم. are you going to have your shoes polished؟ هل انت يعني هتلمع الجزمة بتاعتك؟ no I will not myself، انا اعملهم بنفسي. لما اقول لك have your shoes polished دي كده اهي مبنية المجهول، يبقى انت كده في حد يعملهم، بيقول لك لا انا اللي اعملهم بنفسي، يبقى I will polish them. طيب وخلي بالك هنا من ملاحظة خفيفة وهي الشوز، الشوز دي كده بالعربي حذاء بس في الانجليش مالها جمع عشان تتكون من حاجتين، يبقى تاخد them. اللي بعد كده they are having space. هم ايه ادي have، ما ينفعش اقول have painting غلط. طب have their house painting، have والشيء تصريف تالت، يبقى دي غلط. have their house painted هي دي كده الايه الصح، فاش اقول have their house paint عشان ما فيش توصيف رقم تلاتة. علي will space tomorrow، عندك علي ايه غدا will، يبقى انا بجيب بعدها infinitive، يبقى good دي غلط. طيب علي will has will بجيب بعدها الانفينيتيف، يبقى ما ينفعش اقول will has will بجيب بعدها الانفينيتيف، ما ينفعش اقول لك repairs، يبقى will get his car repaired. if you don't know how to use the computer get your older brother. ادي get واسم واحد، يبقى انت كده في الحاله ده to المصدر على طول، يبقى to help. وليد had his eyes، وليد ادي had والشيء يبقى التصريف رقم ثلاثة، يبقى tested. I don't cut my hair myself، انا مش بحلق شعري بنفسي، ولكن يبقى انا يعني حد بيحلقهم لي، يبقى have او get والشيء والتصريف رقم ثلاثة، يبقى I have it cut. before the meeting the manager always gets the reports. ادي طبعا عندك get والشيء، يبقى التصريف رقم ثلاثة، يبقى typed على طول. طيب الجملة اللي بعد كده before the meeting the manager always gets the reports، عندك get وعندك شيء اهو، يبقى انت على طول محتاج التصريف رقم ثلاثة اللي هو typed. طيب خالد told me that he plays basketball the day before. الوحدة طبعا اللي بعد كده اللي هو او اللي بعد كده المباشر والغير مباشر. خالد told me that he plays basketball the day before. خالد قال لي ان هو basketball اليوم اللي قبل كده، طبعا عندك the day before
كل الأزمنة طبعا بتتحول من أزمنة مضارع إلى أزمنة ماضي. طب لو أنت أصلا كان عندك ماضي، يبقى أنت بتحول إلى أقدم منها اللي هو الماضي التام هذا، وتصريف رقم 3. ذا دي بيفور كان أصلها يسترداي، يبقى ماضي بسيط حولتها إلى ماضي تام، يبقى هاد بلايد. سميرة said that they space all of Cairo from the top of the tower. سميرة قالت إيه؟ إن هم كل القاهرة كلها من أعلى البرج يبقى يقدروا إن هم يشوفوا، يبقى ألغي أزمنة البريزنت كان دي غلط و have دي غلط. طيب هم هيشوفوا، يبقى could they could see، يقدروا إن هم يروا. could be seen طبعا الجملة بتاعتك مبنية المجهول فغلط خالص. طيب الجملة اللي بعد كده بتقول the teacher told us that Russia space the biggest country in the world. طبعا عندك المدرس قال ان روسيا اكبر قارة، طبعا دي حقيقة وانت في الحقيقة مش بتغير الايه الازمنة بتاعتك، يبقى is. ليلى says that she space ready now to go to the shops. عندك says فعل القول ده في present، يبقى برضو الازمنة بتاعتك مالها بتبقى زي ما هي، يبقى طبعا في عندك كلمة now الان، يبقى معنى كده ان ده present يبقى is. Mother said that we could watch television after. After طبعا ما فيش عندك subject، يبقى على طول في verb plus ing finishing. Haytham said that it is space hot the previous week. طبعا عندك said في البوست، عندك كلمة previous week الأسبوع الإيه السابق، يبقى معنى كده إن كان أصلها ماضي بسيط past simple، وال past simple أنت بتحوله إلى الأقدم منه اللي هو ال past perfect، يعني had plus pp، يبقى had been hot. محمد space means that he had a busy morning. طبعا عندك me مفعول، يبقى انت محتاج كلمة بتجيب بعدها الأوبجكت المفعول اللي هي كلمة told. طبعا said و explained و admitted دول كده أفعال لازمة مش بنجيب بعديهم مفعول. إيمان said that Damascus. إيمان قالت إن دمشق is the capital of Syria. طبعا دي برضو حقيقة، يبقى is. كريم promised that he space us the next morning. طبعا عندك next morning ماشي، يبقى معنى كده ان الكلام ده كان future، يبقى will هتحولها الى would. طبعا الفكرة كلها في كلمة the next morning. اللي بعد كده the manager declared that the company pays brilliant workers the next month. عندك بنفس الطريقة the next month، يبقى ده كده future. طب future يبقى كان اصلها will، طب مفيش would، ما احنا ينفع نستخدم حاجة تاني بدل كلمة will، ينفع نستخدم am is are going to. طبعا am is are بتتحول الى was او where، يبقى was going to. حاتم tells us that، طبعا في عندك كلمة tells هي present، يبقى معنى كده الازمنة بتاعتك زي ما هي. في هنا كلمة when he finishes عندما ينهي، هنا finishes present، وفي هنا كلمة will، يبقى الجزء التاني طبعا على طول بيبقى كلمة will، يبقى that he will spend. The teacher told us that the earth، الأستاذ قال لنا إن الأرض هي حول الشمس، طبعا دي fact، الأرض مفرد، يبقى الفيرب بتاعك لازم يبقى آخره اس، يبقى goes. علي told me that he spaced his homework at that moment. في كلمة that moment يبقى كان أصلها this moment، the present continuous am is are، يبقى تحولوا إلى was أو where، يبقى was doing. My friend told me that he spaced the visa to the USA until he had paid. طبعا عندك كلمة until وعندك had وال pp تصريف رقم 3، يبقى الجزء اللي هناك يبقى فيه didn't وال infinitive، يبقى he didn't take. طبعا خلي بالك هنا لاحظ ان احنا ما حولناش هنا، علشان had وال pp ما هو هو التصريف الثالث بتاعها زي ما هي، وكمان يعني ال possible في الحالة ده كده يفضل زي ما هو، زي مثلا تتكلم في الحالة الثانية والحالة الثالثة في قاعدة f اللي بيبقى موجود مثلا بعد كلمة wish و if only والكلام ده. سمير informed me that he speaks about the result of the interview 2 days before. 2 days before عندك كلمة before كان أصلها كلمة ago past simple تصريف تاني، يبقى نحولها إلى past perfect. يبقى أنت عندك had told وعندك had been told، بس سمير أخبرني إن هو إيه عن، يبقى أكيد أخبر، يبقى الجملة بتاعتك مبني للمجهول، يبقى had been told. اللي بعد كده they promised that they speak as soon as they arrived. عندك promised اهي، وعندك هنا كده arrived، يبقى معنى كده الكلام ده كده فين؟ في البوست، يبقى تحول الأزمنة بتاعتك برضه، يبقى هم وعدوا إن هم كانوا هيتصلوا، يبقى would phone. طب الجملة اللي بعد كده بتقول طارق explained that they were hot because they speak tennis. طارق explained عندك في البوست اهي،
يعني قال ان هم كانوا حرانين علشان، يبقى اكيد كانوا بيعملوا حاجة قبلها، يبقى have been playing. دايما على طول في عندك هنا where past simple، وهنا كلمة because، يبقى اللي قبلها على طول past perfect. She said that she is supposed to visit Cairo the following week. هذه following week، يبقى ده future. يبقى اما انت محتاج يا اما would والانفينيتيف، يا اما محتاج was او were و verb plus ing، يبقى would won't. احمد promised that he speaks me as soon as the plane lands. خلي بالك بقى هنا في عندك كلمة lands اهي present، يبقى معنى كده ان الازمنة بتاعتك مالها مش متهيرة زي ما هي. في هنا lands present، يبقى معنى كده الجزء التاني هيبقى future على طول، he will fall. انما لو في هنا كان كلمة landed، يبقى هنا كانت هتبقى would fall. I told him that we space interviewing any more people today. عندك كلمة today زي ما هي، يبقى برضو مش هغير الأزمنة بتاعتك، يبقى معنى كده إن ده present، يبقى we are not interviewing. I asked عماد space he often wrote stories. أنا سألت عماد هو دايما كان بيكتب قصص، يبقى أكيد لو أو إذا في حالة السؤال طبعا بنستخدم كلمة whether، لو السؤال كان معناه هل أو غير كلمة whether ممكن نستخدم طبعا كلمة if. اللي بعد كده my brother asked me if we space to the station. أخي سألني لو إحنا إيه إلى المحطة. طبعا ادي عندك هنا وي بعد اف او ويذر او اداه استفهام، بيبقى في عندك سبجكت، وبعد السبجكت طبعا بيبقى في عندك الايه الازمنه بتاعتك، ودايما الازمنه بتاعتك بتبقى في الباست. طيب اخي سالني لو احنا ايه الى المحطه، مش لو احنا ذهبنا الى المحطه، ولكن لو احنا كان يجب ان هي نذهب الى، يبقى اف وي شود جو. كان اصلها كلمه شال، شال وي جو تو ذا ستيشن، هل نذهب للمحطه، فشال حولناها الى شود اقتراح. نوال asked me where space dinner the night before. عندك night before، يبقى كان أصلها last night عفوا كان أصلها last night، فطبعا تحولها إلى ال past perfect، يبقى where I had had. وطبعا خلي بالك برضو من حاجة مهمة، علشان كلمة where و if أو whether زي ما لسه قايلين، بنجيب بعديهم ال subject الفاعل، بعد الفاعل لازم يبقى في عندك فعل في الماضي، يعني ما ينفعش أقول لك where had I had. بعد كده 198 هالة اسكت علا سبيس ذا فولوينج ماندي. عندك فولوينج ماندي بنفس الطريقة، يبقى ده كده في الفيوتشر اهو. طيب وبعدين عندنا هنا كلمة وات، طيب وات هجيب بعديها السبجكت، يبقى وات ويل دي غلط، طيب وات وود دي غلط برضو عشان ما فيش بعديهم سبجكت، يبقى يا اما عندك وات شي وود يا اما وات شي ويل. طيب القاعدة الثانية لازم بعد الفعل يبقى عندك فعل في البوست، يبقى what she would do. The teacher wanted to know which exams. المدرس كان عايز يعرف أي امتحان، يبقى بنفس الطريقة أدي which أهي، يبقى لازم يبقى عندك فاعل وفعل في البوست، يبقى I had passed. Please من فضلك let me know where، يعني من فضلك يعني خليني أعرف where space أين، يبقى أين سنتقابل. بس هنا الكلام بتاعك لسه في الفيوتشر، يبقى where أين سنتقابل، يبقى where we are going to meet أو where we will meet، دي أو دي ماشي. بس ما ينفعش هنا أقول لك can we عشان ده مش سؤال، we would meet الكلام لسه يعني ما فيش حاجة هنا تدل إشارة تدل على إن هو الكلام في الباست. where will we ما ينفعش أجيب will بعد أداة الاستفهام. could you tell me why بنفس الطريقة، خلي بالنا عشان في طلبه برضو كتير بتغلط في السؤال ده. could you tell me why، اقول يا مستر ما هنا في علامه استفهام اهي، يبقى هنا بعد كلمه why لازم اجيب فعل مساعد. اقول لك لا، انت شكل السؤال بتبني على الجزء الاول اهو، could you tell me، يبقى معنى كده كل الجمله اللي جايه او باقي الجمله اللي جايه بتبقى جمله خبريه. يعني ايه؟ يعني اداه استفهام وبعد كده بنجيب السبجكت الفاعل وبعد كده بنجيب الفعل. يبقى why did you go دي غلط، had you gone دي غلط، يبقى عندك you went وعندك you had gone، بس في اخر كلمه في الجمله كلمه yesterday، بمعنى كده ان ده past simple، يبقى you went. طبعا كود الاولانيه ده كده ايه، ده طلب بس طلب بشكل مهذب. my father asked why space that loud noise، يعني والدي سال لماذا بنفس الطريقه، يبقى اداه استفهام why لازم يبقى في فاعل، يبقى why we. طيب بعد we لازم اجيب فعل في الباست، يبقى why we were making. my friend inquired space or not I would accept that offer. يعني صديقي inquired يعني
استفسر وسأل، في هنا عندك كلمة اور، يبقى على طول يا اما محتاج كلمة اف يا اما كلمة وذر. طب ما الاتنين يا مستر موجودين، بس ده بقى الفرق اللي موجود ما بين كلمة اف وذر. لو في كلمة اور يبقى انا فقط بختار كلمة وذر. يبقى تاني السؤال معناه هل، يبقى في الحالة ديت كده دايما بتربط باستخدام اف او وذر. طب ما الاتنين موجودين يا مستر، طب الفرق اللي موجود ما بين الاتنين لو في كلمة اور يبقى لازم اختار كلمة وذر. طيب اللي بعد كده، امل سبيس هالة شي كود بلاي سكواش. امل ايه؟ هالة انها تقدر تلعب سكواش. وطبعا خلي بالنا عشان الجملة رقم برضو 206، يعني 204 و206. امل ايه؟ هالة هي تقدر تلعب سكواش. هالة هنا اسم. طيب وفي بعد الاسم بتاعك فاعل، لو في بعد الاسم بتاعك فاعل فمعنى كده انك محتاج كلمة تولد اخبر، عشان انت محتاج كده فعل بتجيب بعديه مفعول. يبقى امل اخبرت هالة ان هي تقدر تلعب سكواش. طيب 205 the space that they have been، في عندك ذات اهي، يبقى انت كده محتاج كلمة ما فيهاش مفعول او فعل مش محتاج مفعول. told بتجيب بعديه مفعول. asked ده اصلا مش سؤال. wanted to know برضه مش سؤال، يبقى they complained يشكو، يبقى هم شكوا ان هم كانوا استنوا فترة يعني ايه اكتر من ساعة. 206 امل نقط هالة could play squash. خلي بالك بقى هنا هالة شيء، يبقى هالة ده كده الايه المفعول. طب هنا هالة هل في بعدها فاعل؟ مفيش. يبقى معنى كده ان هالة ده كده الفاعل نفسه، يبقى معنى كده انت فقط بتحتاج كلمة سد. يبقى امل سد هالة كود. يبقى تاني الفرق ما بين كلمة سد وما بين كلمة طول، ان سد ده بتجيب بعدي فاعل فقط، اما كلمة طول لازم اجيب بعدها مفعول. الجملة اللي بعد كده she asked me which subject is I space the following، يبقى عندك following يبقى على طول محتاج يا اما would will infinitive يا اما was او were. يبقى was studying ليه؟ علشان ده مستقبل وانت في المستقبل تستخدم will تحولها الى would، او am is are were plus ing تحولها الى was او were. she asked me where I space at that moment، that moment في تلك اللحظة، يبقى كان اصلا مضارع am is are يبقى تحولها الى was او were. I asked him if space poems، أنا سألته لو هو إيه قصائد شعر. يبقى أكيد لو هو كان في عندك if يبقى لازم يبقى في بعدها الفاعل، يبقى دي غلط، يبقى does دي غلط، يبقى أما عندك he وهي. طيب هي wrote often ولا هي often wrote؟ لا طبعا هي often wrote علشان ظروف التكرار بتاجي قبل الأفعال الأساسية. The teacher suggested عادل، والجملة اللي بعدها عشان الاتنين مهمين. The teacher suggested عادل، كلمة suggest الطبيعي ان احنا بنجيب بعدها verb plus ing، بس لو في بعدها كلمة that او في بعدها فاعل يبقى في الحالة ده كده لازم يبقى في infinitive ايا كان الفاعل بتاعك. ما تقوليش يا مستر معادل ده مفرط يبقى الفعل بتاعك المفروض يبقى اخره اس، لا، لان هي اصلا كلمة suggest زيها بالظبط زي كلمة recommend، بعد الفعل المفروض يبقى في كلمة should، احنا عارفين ان should بنجيب بعدها الانفينيتيف. يبقى the teacher suggested عادل should do the exercise. يبقى تاني لو في فاعل بعد كلمة suggest أو كلمة recommend يبقى بتجيب infinitive، مفيش فاعل يبقى أنا عايز verb plus ing زي اللي بعدها the teacher suggested يبقى doing the exercise. My father advised me، advise ومفعول وطول المصدر على طول، لو مفيش مفعول يبقى في ing، my father advised going. The ship's captain ordered the sailors، order والمفعول وطول المصدر يبقى to work. My friends recommend، ادي recommend مفيش عندك subject يبقى في ing going. The teacher warned the students، المدرس حذر الطلبة يبقى ان هم ما يضيعوش، يبقى ألا يضيعوا يبقى not to waste. My father allows علي، واللي بعدها my father doesn't allow، allow ومفعول وto will infinitive to will مصدر. طب allow زي كلمة permit مفيش مفعول يبقى في ing going. فانت عندك allow، عندك كلمة زي كلمة advise اللي معناها ينصح، كلمة زي كلمة permit يأذن، لو في مفعول يبقى في to والمصدر، طب ما فيش مفعول يبقى في ing. It was cold outside so my mother recommended that we، ادي في recommend that we يبقى في infinitive او should will infinitive يبقى should were. The policeman said that space park there، يعني الضابط الشرطة يعني المرور قال احنا ايه نركن هناك، يبقى طبعا المفروض ان احنا ما نركنش هناك، وطبعا ده تحريم يبقى we must not park there.
مايا admitted admit verb plus ing يبقى making، وعكسها كلمة deny برضه verb plus ing. I regret بتجيب بعدها الاثنين to will infinitive أو ing بس على حسب المعنى بتاعك. هنا I regret that book، أنا بندم إيه الكتاب؟ it is not، ده هو مش كويس، يبقى أنا بندم إن أنا عملت حاجة، يبقى ing. يبقى I regret buying، يبقى regret و verb plus ing معناه يندم على فعل شيء أو على عدم فعل شيء، الاثنين صح. طيب to will infinitive يبقى لسه هيأسف أو هيضطر إن هو لسه هيعمل حاجة أو هيقول حاجة. We don't have any bread because علي forgot، احنا ما عندناش خبز علشان علي، بنفس الطريقه forget بتجيب بعدها to المصدر او ing. طب هنا احنا ما عندناش خبز علشان علي نسي، يبقى نسي ان هو يجيب، يبقى هو اصلا ما جابش، يبقى to المصدر. انما لما يجيب بعدها ing يبقى معناها واحد يعمل حاجه وينسى ان هو ايه كان عاملها. to infinitive معناها نسي ان هو يعمل حاجه، يعني اصلا ما عملهاش. It was strange in England because we were not used. طبعا عندك ادي used وفي قبلها was a verb to be يعني، يبقى على طول، وعندك we نحن عاقل، يبقى دايما على طول بتجيب بعدها to ing، يبقى to driving. زي كلمة look forward to، object to، in addition to، accustomed to، وهكذا. شيماء stopped نفس الطريقة stop، يعني to المصدر او ing. طب على حسب التكملة، شيماء توقفت ايه قراءة كتب الأطفال لما ذهبت لمدرسة ثانوي، يبقى توقفت عن قراءة كتب الأطفال، يعني معنى كده إن هي مش بتقرأ، يبقى stop ing reading. كريم avoid، طب لما نقول stop to المصدر معناه يتوقف لكي يفعل ايه شيء، يعني مثلا واحد كان بيذاكر ويعني حس بالجوع ف he stopped، يبقى to eat توقف لكي ايه ياكل او يتناول وجبه. كريم avoids، avoid بمعنى يتجنب، بتجيب ing، يبقى breaking. I regret space that we can't go to the science museum next week. There are no more tickets. ايوه ادي regret هي بقى. انا يعني اسف ايه ان احنا مش هنقدر نذهب للمتحف الاسبوع اللي جاي عشان ما فيش تذاكر، يبقى انا اسف ان انا اقول لكم، يبقى ان انا ابلغكم، يبقى to infinitive. هنا ما عملش حاجه يعني. regret و ing يبقى يندم ان هو عمل حاجه او ان هو ما عملش حاجه. When you go to Alexandria you space visit the library it's amazing. لما تروح اسكندريه انت ايه تزور المكتبه، ده حاجه رائعه والمكتبه دي رائعه، يبقى معنى كده دي نصيحه قويه، يبقى بنستخدم كلمه must، وده الفرق ما بين كلمه must و have to، وده طبعا اول فرق هيقابلنا بعد كده. يبقى must اول حاجه بستخدمها في حاله النصيحه القويه، تاني بستخدمها في حاله دعوه، تالت بستخدمها لما تبقى ضرورة طلع من داخل الفرد. أما كلمة have to قانون مفروض عليك إنك لازم تعمل حاجة. بعد كده don't forget، forget زي كلمة remember لما استخدمهم في بداية الجملة، يبقى to infinitive. don't forget to buy، أوعى تنسى إنك تشتري. it's no good بتساوي it's no use، على طول بتجيب بعدها verb plus ing، يبقى it's no good eating. طب معناها لا فائدة لا جدوى منه، بس خلي بالك لما اقول لك it is good يبقى it is good to eat، يبقى it's no good no use يبقى ing، اقول لك بقى it is good يبقى to infinitive. I can't help برضو can't help بتجيب بعدها verb plus ing، معناها يعني مش قادر امنع نفسي، انما لو help لوحدها يبقى help بتجيب بعدها infinitive او to plus infinitive. When the children stop لما الأطفال توقفوا إيه الناس كلها سقفت، يبقى لما الأطفال توقفوا عن الغناء يبقى stop singing بعد ما خلصوا غنى يعني. Before you go to London you should practice. practice دي كانت جاية في امتحان السودان قبل كده. practice بتجيب بعدها verb plus ing speaking. بعد كده I stopped space a newspaper to know the latest news. أنا توقفت إيه جريد علشان أعرف الأخبار، يبقى معنى كده انا توقفت لكي اشتري جريده علشان اعرف الاخبار، يبقى I stop to buy. I'm looking forward ايوه برافو عليكم، يبقى طبعا to ing to going. If I were you I would avoid ing يبقى traveling. The car is used الجمله دي حلوه، طبعا في عندك car سياره يبقى غير عاقل، يبقى use هنا مش معناها متعود، هي هنا معناها يستخدم لك، يبقى the car is used to help.
عشان دي كانت جايه برضو في امتحان من في سنه من السنين، بس بيقول لك the wind، يبقى the wind is used to sail ships. طيب اللي بعد كده if you can't remember an English word try space it up in the dictionary، لو انت مش فاكر كلمه يبقى حاول انك تبحث عن معناها في القاموس، يبقى try looking it up. طبعا هنا معناه يبذل مجهود لكي يرى النتيجه، انما try to الانفينيتيف يحاول ان يفعل شيء وغالبا ان هو لا ينجح. هنا يعني لو انت مش فاهم كلمه يبقى حاول ابحث عن معناها، جرب انك تبحث على معناها في قاموس. داليا always remembers a comic for her niece when she visits her sister، واللي بعدها do you remember، عشان كلمة remember بنجيب بعدها الاثنين. طيب داليا دايما بتفتكر ايه؟ يعني قصة كوميدية للنيس اللي هي بنت الاخ او الاخت لما بتزور اختها، يبقى معنى كده دايما بتفتكر ان هي تشتري، يبقى to buy، يعني معنى كده ان هي مش بتنسى. طب do you remember، هل انت فاكر ايه؟ at that hotel، في ذلك الفندق، it was comfortable، ده كان مريح، يبقى هل انت فاكر يعني ايه انك مكست في المكان ده، يبقى معنى كده staying. would you like، برضو من الجمل المهمة واللي كتير من الطلبة بيقع فيها مع ان هي سهلة جدا، عندك كلمة like لو في قبلها كلمة would، would like، would love، would prefer، يبقى بتجيب to الانفينيتيف على طول، to buy، يبقى would you like to buy. Poor Hani Space go to hospital yesterday after he hurt his hand. Hani يذهب للمستشفى امبارح، طبعا عندك yesterday يبقى معنى كده اضطر ان هو يذهب للمستشفى، يبقى الكلام في الباست، يبقى had to معناها اضطر الى فعل شيء. You space wash the car, the man at the garage will wash it tomorrow. انت تغسل السيارة، الشخص اللي في الجراج هيغسلها، يبقى معنى كده مفيش داعي انك تغسلها، يبقى need not. خلي بالنا need not دايما بنجيب بعدها الانفينيتيف، طبعا اللي هي معناها اللي هي بتساوي don't او doesn't have to، اللي هي بتساوي don't او doesn't need to، بس need not بتجيب بعدها المصدر على طول. طب must not، must not معناها محرم او لا يجب، لا طبعا can't بنفس الطريقه محرم او يعني مش ممكن، لا طبعا هنا need not معناها انت مفيش داعي انك تغسل. I space remember to email my cousin to the it's his birthday، انا افتكر ان انا ابعت ايميل لماي كازن ابن عمي النهارده عشان ده عيد ميلاد، يبقى معنى كده انا لازم افتكر، يبقى اي ماست. طيب ما هي اوت تو، اوت تو دي بتساوي كلمه شود، استخدمها في حاله النصيحه، وانا مش هنصح نفسي يعني ولا هنصحك، لا بقولك انا لازم افتكر، يبقى ضروره يعني ايه نبع من داخل الفرد. وي سبيس هاري ات اونلي تيكس 10 مينيتس تو ذا ستيشن اند وي هاف ان اور بيفور ذا ترين جوز، احنا ايه نسرع يعني ده هو يعني الطريق للمحطه ياخد من 10 دقايق واحنا لسه قدامنا ساعه، يبقى معنى كده مفيش داعي ان احنا نسرع، بس هنا ايوه هنختار don't need to اللي معناها ليس في حاجه الى، need not to، need not ما ينفعش نجيب بعدها to، need not زي ما احنا لسه حلين بنجيب بعدها الانفينيتيف على طول. The sign in the park says that people space walk in, on the grass، يعني الإشارة اللي في البارك دي بتقول الناس، يبقى كده لا يجب، بس ده طبعا ايه ده تحريم، يبقى must not، ما ينفعش الناس تمشي على الايه العشب. I spaced my room yesterday، أنا ايه الغرفة بتاعتي امبارح، my sister had already tidied it، أختي بالفعل ايه رتبتها، يبقى أكيد أنا ما كانش في داعي إن أنا أرتب، وبالتالي أنا ما رتبتهاش عشان أختي رتبتها. طيب يبقى في الحالة ديت كده يبقى في الباست، يبقى didn't have to. طب didn't have to معناها لم يضطر الى فعل شيء وبالتالي ما عملوش، عشان في واحده ثانيه هتقابلنا دلوقتي هنا دي حاجه ما كانتش مهمه وبالتالي ما عملهاش. طب لو حاجه كانت مش مهمه برضو بس اتعملت، يبقى بنستخدم need not have plus bp. طيب اللي بعد كده I'm sorry for not visiting you last night I not see my doctor، انا اسف ان انا يعني ما جتلكش امبارح او الليله اللي فاتت، انا ايه شوف دكتور، يبقى انا كان لازم اشوف دكتور، والكلام في الباست يبقى I had to، طبعا ده الباست بتاع كلمة must. You are wasteful، انت مسرف. You not more sugar، انت ايه سكر يعني كتير. We already have، احنا بالفعل عندنا سكر في البيت، يبقى معنى كده ان انت ما كانش في داعي انك تشتري، بس الفكرة هنا هو اشترى ولا ما اشتراش؟ تمام اشترى، يبقى معنى كده need not have bought، يبقى need not have معناها يعني ايه ما كانش في داعي انك تعمل حاجة بس انت ايه عملتها.
children wear a uniform in primary schools. الأطفال يلبسوا زي موحد في المدارس، طبعا ده لازم، بس ده يبقى ده قانون مفروض. طب في حالة القانون المفروض يبقى لازم تستخدم كلمة have to، يبقى الأطفال لازم إن هم يلبسوا إيه زي في المدرسة، وطبعا ده لو ملبسش يبقى يعني ممكن إيه يرجعوا من المدرسة أو إيه أيا كان. Your space worry still you have a lot of time to catch the train. أنت إيه تقلق؟ أنت لسه قدامك وقت كتير، يبقى مفيش داعي، يبقى don't have to. Your space take photos here it's a military area. أنت إيه تاخد صور هنا؟ دي طبعا منطقة عسكرية، يبقى معنى كده محرم، ما ينفعش، يبقى must not، لا يجب. تاني need not دي معناها مفيش داعي، لا طبعا، و shouldn't معناها لا يجب، نصيحة دي مش نصيحة، ده لا يعني تحريم. You please try my sister's cake now it's really delicious. يعني انت ايه تجرب الكيكة بتاع اختي ده هي طعمها لذيذ، يبقى معنى كده لازم تجرب، يبقى you must، يعني دي استخدمها كده في زي ايه زي الدعوة كده، فلازم ايه تجرب الحاجة او نصيحة قوية، زي بالظبط مثلا يعني فرح اخوك او اختك فانت بتقول لاصحابك you must come، لازم ايه تاكل. I really space buy my mother a present on her birthday one should be grateful. انا ايه اشتري هدية لوالدتي في عيد ميلادها، يعني الواحد فينا لازم يبقى ممتن، يبقى انا طبعا لازم اشتري، يبقى I must. وطبعا هنا ده مفيش قانون مفروض عليه، لا دي حاجة كده ايه من جواك انت. طيب اللي بعد كده at an airport I space show my passport. يعني في المطار انا ايه اظهر جواز السفر، يبقى طبعا لازم اظهر جواز السفر بتاعي، وده كده فرض قانون، يبقى I have to. In England most people space work until they are 67 it's a work law there. يعني في انجلترا الناس تشتغل لغاية لما يصلوا سن 67، ده القانون هناك، يبقى معنى كده قانون، يبقى have to. الجملة اللي بعدها دي برضه طلبة كتير بتغلط فيها وهي سهلة جدا. Does Hoda space attend the meeting؟ هل هدى تحضر الاجتماع؟ يبقى هل يجب عليها انها تحضر الاجتماع؟ طيب طلبة كتير وشاطرين جدا يقول لك هدى مفرد يبقى بتاخد هاز، اقول لك لا حاسب، انت في عندك هنا كلمة does، do does did، لازم استخدم الانفينيتيف، الانفينيتيف من هاف وهاز وهاد اللي هو هاف تو. طب يا مستر مشهود معناها يجب ونص معناها يجب، بس انا لو استخدمهم دول كده افعال ناقصه، لازم اقدمهم على الفاعل، يعني اقول لك should Hoda attend او must Hoda attend. Is it a نقط to take this medicine؟ الجملة دي برضو حلوة. هل ايه ان احنا ناخذ الدواء؟ يبقى هل ضرورة او الزام؟ طب advice ما هي نصيحة، بس advice دي لا تعد وبالتالي ما ينفعش اجيب قبلها a او an. طيب unnecessary ده معناه غير ضروري ودي صفة، طب necessary بنفس الطريقة صفة، انما الاسم اللي هو كلمة must، يبقى معنى كده must ينفع استخدمها كفعل بمعنى يجب، وينفع استخدمها كاسم بمعنى ضرورة، بتساوي بقى كلمة necessity، يعني it's a necessity ضرورة. We didn't have a test today so I not for it last night. احنا يعني ما خدناش امتحان وبالتالي انا ما كانش في داعي ان انا اراجع الليله اللي فاتت. I didn't have to revise. طبعا هنا الكلام بتاعك في البوست need not revise، طبعا هنا دي need not revise، need not المفروض كان في بعدها have وتصريف رقم 3، ولو في need not have revised دي كانت هي اللي تبقى الاصح، علشان يعني احنا ما خدناش امتحان النهارده وبالتالي انا ما كانش في داعي ان انا اذاكر، يبقى معنى كده انا ما ذاكرتش، عفوا معناها انا ذاكرت الليله ايه اللي فاتت، طب ما كانش في داعي وبالتالي ما ذاكرتش، يبقى didn't have to revise. اخر جمله منى came late she space come early. منى جت متاخره، هي ايه تاجي بدري؟ يبقى هي كان يجب انها تاجي بدري، يبقى should have come early، معناها كان المفروض ايه ان حاجة تحصل بس ما حصلتش. طيب الاسئلة اللي بعد كده يعني دي اسئلة من نماذج امتحانات قبل كده والامتحانات التجريبية. الجملة اللي بتقول yesterday at 5 past 7، طبعا عندك yesterday و 5 past 7 يبقى تحديد وقت معين في الماضي، يبقى معنى كده ان ده past continuous، ماضي مستمر، was uploading. You had better make up your mind on space you need to buy. انت محتاج تقرر انك يعني هتشتري ايه. هنا مفيش عندك حاجة قبل الضمير الوصل اللي انت تختاره، مفيش اسم، يبقى على طول بتختار كلمة what،
on what you need to buy. It's a planet. في عندك طبعا كلمة planet يبقى معنى كده plan و intend و decide. يبقى على طول am is are going to plus infinitive. يبقى is going to collect. My mother has me. طبعا has وشخص. يبقى على طول انت محتاج ال infinitive. Has me do. In the last two hours I spaced my lessons. يعني في خلال آخر ساعتين أنا إيه دروسي. أنا كنت براجع لدروسي. يبقى على اعتبار أن الحدث بدأ في الباست ويعني لسه شغال يبقى مضارع تام. يبقى I have revised. وهنا يعني in the last two hours زيها زي كلمة for the last two hours. The doctor advised. سألي advise وشخص يبقى أنت محتاج على طول to plus infinitive to take. جملة اللي بعد كده بتقول the main dish was space good that. في عندك صفة وفي عندك كلمة that. مدام في that يبقى محتاج so أو such. في صفة بس يبقى so good that. I stopped space the book to answer the phone. أنا توقفت الكتاب عشان أرد على التليفون. يبقى أنا توقفت عن قراءة الكتاب يبقى reading the book. Space of the 20 applicants for the job had studied abroad. إيه من العشرين متقدم للوظيفة كانوا درسوا للخارج. طبعا either و both مش بتكلم عن اثنين او عن اختيارين يبقى الاثنين غلط. يبقى عندك اما every اما each. هنا نختار كلمة each. ليه؟ علشان each اجيب يعني اقول each of او each one of. دي صح ودي صح. طب كلمة every لا لازم اقول every one of. يبقى تاني each of او each one of. اما every لازم اقول every one of. My flat is tidy. I space part of myself to get it clean today. يعني شقتي نظيفة. يعني أنا إيه أبذل مجهود علشان إنها تتنظف. في يبقى أنا مش محتاج. يبقى I need not bother myself. طبعا need not ليس في داعي بتسوي don't أو doesn't need to. طب don't have لازم في بعدها to. إنما need not بتجيب بعدها المصدر على طول. Where space to present. طبعا عندك where وعندك علامة استفهام. يبقى سؤال. يبقى بعد أداة الاستفهام محتاج فعل مساعد. يبقى thieves غلط والthieves برضو اللي تحتها غلط. يا إما where the thieves taken يا إما have the thieves taken. طب اللصوص اتاخدوا فين. يبقى معنى كده أن الجملة بتاعتك مبنية للمجهول. يبقى رقم B where the thieves taken علشان دي كده هي المبنية للمجهول. بعد كده as soon as I had finished my story I space the next one. بمجرد ما خلصت قصة على طول أنا كنت ببدأ في التانية. هنا يبقى I would start the next one. would start معناه أنا كنت على طول ببدأ في الثانية. طيب الجملة اللي بعد كده before going shopping we have Peter decide space we need to buy. نفس الطريقة مفيش عندك اسم هنا. يبقى decide what we need to buy. We expect thousands of football fans expect. وفي عندك بعد كده أدي اسم هوت كده. يبقى على طول أنت محتاج tool infinitive. يبقى to attend. أحمد recommended I لسه شرحين هناك recommend في فعل. يبقى أنت محتاج infinitive أو should والinfinitive. يبقى enroll. You space show your passport when you travel abroad. أنت يعني لازم تظهر جواز السفر بتاعك لما تسافر للخارج. يبقى معنى كده ده قانون. يبقى you have to حاجة مفروض عليك لازم أنك تعمل الكلام ده. The two players did badly in the last match since space of them had trained well. يعني اللاعب الاثنين أدوا بشكل سيء في المباراة بتاع امبارح لأن إيه ضربوا كويس. يبقى لأن ولا واحد فيهم. يبقى neither of them. طيب الجملة اللي بعد كده دينا space last week. دينا الأسبوع اللي فات. مدام عندك كلمة last week يبقى معنى كده إلغي إزمنة present. يبقى هتلغي كلمة gets وكمان هنلغي كلمة has. طيب عندك كلمة get وكلمة أو عندك كلمة got وكلمة hat الاثنين لما يبقى في بعديهم شيء يبقى على طول كده مبنية للمجهول وبتحتاج على طول لتصريف رقم 3. يبقى had your house decorated. طيب الجملة اللي بعد كده بتقول doctors predict they space. طبعا في predict وما فيش عندك دليل يبقى انت اكيد محتاج will plus infinitive. There are times when people can't work space to live comfortably. في عندك to will infinitive. يبقى انت محتاج يا اما كلمة enough يا اما كلمة to. كلمة so وكلمة such طبعا الاثنين غلط عشان الاثنين بقى في بعديهم كلمة that. طيب في عندي كلمة can't نفي فمنفعش يبقى في معاها كلمة to. يبقى can't work hard enough. So far حتى الآن يبقى دي كده على طول من الكلمات الدالة على ال present perfect. Have or has plus pp. Many schools in rural and urban areas. العديد من المدارس يبقى بتبنى. يبقى مضارع تام ومبني للمجهول. يبقى have been built.
my mother my brother doesn't let himself. أول ما تشوف ضمير منعكس يعني يا مستر، يعني أي حاجة فيها كلمة self، myself و himself و yourself و themselves و ourselves و yourself، كل الكلام ده كله بعد كلمة let يبقى الجملة مبنية للمجهول. يبقى أنت محتاج be والتصريف رقم 3. يبقى تاني، أي ضمير منعكس بعد كلمة let يبقى الجملة مبنية للمجهول، يبقى أنت محتاج كلمة be والتصريف التالت. The policeman asked the reporter about space when he was jogging. يعني ضابط الشرطة سأل الصحفي عن إيه لما كان بيجري كده جري خفيف كده يعني، يبقى عن ماذا فقط. طيب يبقى about what. طيب لازم بعد كلمة what في الحالة ديت كده مفيش عندك، ده مش سؤال، جملة خبرية. يبقى what did دي غلط، what had دي برضو غلط، يبقى إما what he lost يا إما what he was losing. طبعا لما كان بيجري هو فقط حاجة، يبقى على طول ده كده past simple مع past continuous، يبقى what he lost. طب الجملة بعد كده بتقول the museum typically space at 8 a.m. طبعا الميوزيوم المتحف، يبقى ده جدول مواعيد، يبقى open على طول present simple، المتحف ده مفرد يبقى الفعل بتاعك آخر واس. This is the table on space I put my books. دي الترابيزة اللي أنا بضع، يبقى أضع عليها. في عندك on حرف جر، يبقى مينفعش استخدم كلمة where خالص، يبقى on which. وطبعا that مينفعش إنك تجيب قبلها إيه preposition. الجملة اللي بعد كده space they got home she had already left. في عندك هنا got past simple، وفي هناك had والتصريف رقم 3. يبقى إيه الأداة اللي بتجيب بعدها past simple وهناك had والتصريف رقم 3؟ طبعا اللي هي كلمة by the time اللي بتساوي كلمة before. He remembered space here at a party once. هو افتكر إن هو قابلها قبل كده، يبقى على طول بتجيب verb plus ing meeting. الآخر أو الجملة اللي بعد كده عفوا، you space go to the bank I can lend you some money. أنت إيه تذهب إلى البنك، يعني أنا أقدر أسلفك فلوس، يبقى مفيش داعي إنك تذهب للبنك. You don't have to، لست في حاجة إلى. وتاني need not بتجيب بعدها الانفينيتيف على طول. طيب الجملة بعد كده عاد space he made it himself. طبعا عندك made الكلام بتاعك كده فين؟ في الباست، يبقى لغى زمنة البريزنت. يبقى has دي غلط، وcooks دي برضو غلط، وhas دي غلط، يبقى عندك cooked his dinner، عمل أكل بإيه؟ بنفسه. Oh I space my mobile what can I do. في عندك هنا كلمة can مضارع، يبقى معنى كده اللي أقدم من المضارع البسيط اللي هو المضارع التام. يا يعني أنا كسرت الموبايل بتاعي، يبقى معنى كده I have broken. ماذا أستطيع أن أفعل؟ حدث بدأ في الماضي وانتهى في الماضي، بس له أثر في الوقت الإيه الحالي. Dina informed us that her baby space. في عندك كلمة then، يبقى دي كان أصلها كلمة now، يبقى am is are بتحول إلى was أو where، يبقى was crying. Doctors space to do their best in case of emergency. الأطباء يبذلوا أقصى ما في وسعهم في حالة الطوارئ، يبقى الأطباء بيطلب منهم، يبقى الجملة مبنية للمجهول، يبقى are asked. She is a space creative person but. في عندك كلمة that، يبقى على طول يا إما so يا إما such. في عندك صفة وفي اسم، يبقى بشكل مباشر such a creative person. I space woke home yesterday as I lost my money. أنا إيه؟ أروح البيت مشي عشان أنا ضيعت فلوسي، يبقى أنا اضطريت أن، يبقى I had to woke home. Although he is a diabetic he can't help. طبعا إحنا قلنا can't help بتجيب بعدها verb plus ing، يبقى لا يستطيع أن يتوقف عن أو يمتنع عن. طبعا diabetic اللي هو مصاب بمرض الإيه السكر. Liverpool's players are known to be skilled. They space the match easily. طبعا اللعيبة بتاعت ليفربول معروف ان هم مهرة، يبقى معنى كده دي صفة شخصية بالنسبة لهم، يبقى will win the match easily. طبعا السؤال ده كان بتاع السنة اللي فاتت وجا في نموذج الإجابة الايه الاثنين، يعني are going to win و أو will win. بس طبعا هنا الأصح will win عشان دي كده ايه صفة شخصية للعيبة هنا. Space sport has something special. I don't think I have a favorite. يبقى أكيد كل رياضة ليها حاجة بتميزها. طيب كل عندك كلمة all وعندك كلمة every، بس all لازم يجيب بعدها جمع، يعني أقول لك all sports وكمان have، لما أنت عندك sport بس مفرد وهذا يبقى every sport. She spaced the city before the school trip. طبعا before يبقى هي زارت المدينة الأول، يبقى had already visited. No sooner جت في بداية الجملة، يبقى الجملة على طول بتبقى على شكل سؤال، يعني بتجيب بعدها فعل مساعد وبعد كده الفاعل، يبقى no sooner had he eaten. وطبعا ما ننساش عشان no sooner بيبقى معاه كلمة than، وطبعا no sooner و hardly و scarcely دول كده كلهم بتجيب بعدهم على طول الفعل المساعد والفعل.
yesterday newspapers said that he spaced a 3-year contract. طبعا الجرائد بتاع امبارح سيت في البوست قالت يبقى ان هو يبقى وقع عقد لمده 3 سنين يبقى had signed. ده باست سيمبل فاللي اقدم منهم كلهم اللي هو الايه الباست بيرفكت. Space he was a student he was writing short stories. هو طالب هو كان بيكتب يبقى بينما اثناء يبقى while علشان هنا الاحداث كلها كانت في الباست. وطبعا المعنى بتاعه عشان برضو افتر معناها بعد ما فشل لك بعد ما كان طالب هو كتب لا اثناء ما كان طالب. Do you object طبعا object من ضمن الحاجات اللي بتجيب بعدها to ومع ذلك بنجيب verb plus ing يبقى to being taken والجمله هنا مبنيه للايه للمجهول. الجمله اللي بعد كده he kept space into the jungle as if there was no danger. هو استمر في الذهاب kept going على طول into the jungle having جيب بعد التصريف رقم 3 called اللي هي got upset. بس يا ترى هنا انا عندي met وعندي been met الاثنين تصريف ثالث يبقى ارجع بقى معلوم ولا مجهول بعد ما ايه بشكل يعني مش ظريف يعني هو اتضايق يبقى بعد ما اتقابل يبقى مبني المجهول يبقى having been met. علي got his credit card. علي طبعا got وعندك شيء يبقى اكيد تصريف رقم 3 هيبقى change it. الجملة بعد كده the book speaks well الكتاب ايه بشكل جيد. طبعا عندك is to دي كده بتساوي كلمة must بمعنى يجب يبقى الكتاب يجب ان يراجع يبقى الجملة بتاعتك مبنية للمجهول يبقى لازم في احد اشكال verb to be وتصريف رقم 3 يبقى is to be revised و is to هنا اللي بتساوي كلمة must يبقى must be revised. الجملة بعد كده she asked me whether space there before هي سألتني لو انا رحت هناك قبل كده. عندك كلمة before طبعا ده كان مضارع تام يبقى المضارع التام بيتحول الى الماضي التام يبقى whether I had been there. I haven't seen my cousin in England for 5 years. I'm sure she not a lot. انا ما شفتش يعني ابن عمي او بنت عمي كده ايه في انجلترا بقى لي 5 سنين يبقى انا متاكد ان هي مالها ان هي كبرت يبقى she will have grown اكيد ان هي ايه كبرت او المفروض ان هي تبقى ايه كبرت بشكل كبير. طيب الجملة بعد كده before you mentioned about him I space of that novelist قبل ما انت ما تذكره يعني انا ايه الروائي ده كده يبقى انا يعني يا اما كنت سمعت يا اما ما كنتش سمعت. المهم ان انت في عندك هنا past simple وعندك before يبقى الجزء اللي هناك past perfect يبقى hadn't ever heard. طيب I space my books in the class could you go and fetch them for me. انا ايه كتبي في الفصل ممكن تروح تجيبهم يبقى انا نسيت كتبي في الفصل. عندك هنا كود ده كده طلب في البريزنت ده طلب فين في البريزنت يبقى اللي اقدم من البريزنت في الحاله ده كده اللي هو البريزنت بيرفكت يبقى اي هاف ليفت انا سبتهم في الاول. سبيس اوف ذا هاوسز واز عندك كلمه واز اول ما ينفعش اجيب بعدها مفرد بوث ما ينفعش اجيب بعدها مفرد سم ما ينفعش اجيب بعدها مفرد الا لو كان الاسم نفسه مفرد لا يعد يبقى ايتش في الحاله ديت كده زي كلمه اول برضه اول ما ينفعش اجيب مفرد الا لو كان مفرد يعني اول ذا ماني. They were space close to winning في عندنا هنا close to winning that والجملة حلوة ما تقولش هنا ان كلمة to دي يبقى انا محتاج to او enough لا to دي كده بتاعت كلمة close يعني هما كانوا قريبين جدا من الفوز لدرجة ان ادي في كلمة that هي يبقى انت محتاج اما so يا اما such في صفة بس يبقى so. Did you remember space my letters oh I completely forgot هل انت افتكرت ايه الخطاب يا ده انا نسيت يبقى انا افتكرت انك تحط الخطابات في البوستة يبقى to post. Can I talk to the man on the bench near you ممكن اتكلم للراجل اللي قاعد على البنش جنبيك. طيب الراجل ده عاقل يبقى المفروض يبقى فيه هو طب ما انا عندي هو بس ينفعش اقول لك هو sitting علشان مفيش هنا لا ام ولا is ولا ار وبالتالي دي غلط. طيب ما هو برضه هي مستر اللي معناها الذي بس هو ما ينفعش اجيب بعدها فعل يبقى دي برضه غلط خالص. طيب is sitting ما ينفعش يبقى فيه فعلين في الجملة بتاعتي اللي هي كلمة توك وبعد كده أو كان توك وبعد كده إيه سيتنج. طب ماذا نختار سيتنج ليه؟ إذا كانت الجملة مبنية للمعلوم يبقى نحذف ضمير الوصل بتاعنا ونحذف أي فعل مساعد ونستخدم أي إن جي. وعشان نفكر بعض لو كانت مبنية للمجهول بتستخدم تصريف رقم 3. Neither my parents nor my brother space football لا ولدي ولا أخويا إيه كرة القدم. هنا في فعلين مختلفان بعد كلمة neither
يبقى اللي هو my parents و my brother. طب الفعل اللي هجيبه يا ترى هيكون تبع الفعل انهي؟ هيكون تبع الفعل رقم 2 اللي هو my brother. البراذر مفرد يبقى الفعل بتاعك اخره اس. طيب انا مش عايز اطول لكم اكتر من كده، كده يعني كتر خيركم قوي قوي قوي. ان شاء الله باذن الله تعالى تابعوا معانا كده علشان الاسئله الخاصه بالترجمه والديالوج والقصه، وان شاء الله نشوفكم على خير، وربنا يكرمكم ويوفقكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.